ايه ده، انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حاجه؟ سوري، تشربي حاجه؟ شاي، قهوه، نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت، هو مين ده؟ ده شريف، كان معانا في الكافيه، انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير، ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك، ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي. يا شقي يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه؟ سموذي. لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب، افهم بقى، هي عايزه تفك، افهم. انا اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص، انا ما قلتش كده. هات لي ميه. اوكي ماشي ماشي، هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي، هو غيتت شريف، غيتت بس قلبه ابيض يعني، طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب، واللابتوب في العربيه، بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس، احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى، عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. لا انا هكتب انا، عشان انا سريع، عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش، هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايوه، بس خليني اتاكد من سبيلينج. بالقاف، قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. ايوه اوكي، قاف قاف. يا لهوي، سريعة، سرعة، اسرع واحدة. قاف. طيب هذا، انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال، مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم، حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيد. اهدى شويه يا سيد، اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل، انت هتعملي سكران. ماشي ماشي معلش. خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اللي هي سيركل وعليها نقطتين. اوكي قاف. قرر ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره، لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي، ما انت لسه دايسه عليها، دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت سابت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس، اهدى اهدى. اوقات الره بتفط من فعلا من الكيبورد، معلش اهدى. بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت، البنت زي القمر عشان خاطري، بالراحه. على فكرة أنت موترني جدا، والمشكلة مش عندي. أمال عندنا؟ يا عم المشكلة عندنا، عندنا المشكلة. خلاص معلش. المشكلة في اللابتوب بتاعه صح؟ أيوة صح، أنا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف إزاي؟ يعني هو هو لا أي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك أنت مختلف، على الأقل أنا عندي زاد، أنت ما عندكش. مفيش حاجة اسمها زاد. أنا مش عارفة أشتغل على اللابتوب ده، أنا عايزة اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربية، هتنزل تجيبهولي ولا أنزل أنا أجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش أنت. انا هنزل واعملك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى، متاخر بقى. ايه واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي وقت ايه؟ قليل الادب. دي بنتي مؤدبه، مش زي اللي تعرفها. ماشي، ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشتي ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده؟ بتقولوا ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي، مش حرامي. هو ممكن يكون غلس لكن مش حرامي.
خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه، دي شقاوه، شقي قوي. اوكي خلي بالك عامه. لا ما تلاقيش. بليز دوري كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش متاخر. خد راحتك، البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ photos private. ياسمينة ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي، دي هتبقى فضيحة جامدة جدا، دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش، لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره، دور عليه في كل حتة، دور تحت رجلي كده الحتة اللي بسوق فيها، دور جنب الكرسي التاني، دور بين الكرسيين، في الكنبة اللي ورا، في شنطة العربية، من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي. هبعت الصور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. باي ياسمينة السمينة. بالهنا والشيف، انا عايزاك تخلص العكاوي دي كلها عشان اقرا لك الطاجن. ايه ده؟ انت بتعرفي تقري طاجن العكاوي؟ طب ده انا بعرف اقرا طاجن العكاوي بالبصل وطاجن الباميه بالدون. طيب يا ستي الطاجن قدامك اهو. المستقبل قدام. ملحوظ. لا ده ملعلت كده. هتقابل واحده ست هتغير حياتك. دي بصل. ايوه اصلها ست بنت بلد على ابوك. طيب بص يا ستي انا راجل عادل عاوز اجي معاكي سكه. وانا بموت في الراجل العادل. حلو ده. بص يا ستي. لا اتعادل وقول عايز ايه وخلصني. انا قصدي يعني ها يعني عمو عبد الله في حاجه مهمه. ايه في ايه؟ ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ ما بتعملش حاجه. ايه يا بت في ايه؟ قاعده برغنه وسعبته فيها حاجه دي؟ انت ايه اللي دخلك من غير اذن؟ المركب اللي جايه من ايطاليا عليها الاستاذ منير. نعم الاستاذ منير ده رئيسك المباشر، تروح تبلغيه وهو يجي يقول لي في ايه. اتفضلي. ماشي سلام عليكم. وعليكم السلام. اللي احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بقول يعني لو تخش في الموضوع يا سي عبدو. هو موضوع يعني كنت عايز اقول يعني قول يا اخويا انا مرارتي ضيقه ما تستحملش. لا الف سلامه على مرارتك. ايه رايك في ورقتين عرفي وتنوري شقه المهندسين؟ لا بطلت. هو ايه ده اللي بطلتيه؟ العرفي بيجيب مشاكل. حلو قوي يغوروا الورقتين وبرضه تنوري شقه المهندسين. اصل انا يا اخويا ماليش في الشمال، ولو كان ليا في الشمال كان الحال بقى غير الحال. ما عطلتش. لا استني بس، رايحه فين؟ وحلها ازاي دي؟ تتحل بالمأذون والفرح على سنه الله ورسول، وما تطبقش في الوجه كتير، مش كويسة على الكولون. فوتك بعافية يا سي عبدو. أنا ما كانش ليا تومية أبدا النهاردة مع الكرومب.
مستنيني، في حاجة مهمة جدا عايزة أقولها لحضرتك. ايه الريحة دي؟ ايه يا أنسة؟ ايه مش في باب بتخبطي عليه؟ معلش حضرتك أصل الموضوع خطير، بس الريحة أخطر. ايه ده؟ وبعدين وش حضرتك أحمر كده ليه؟ مضغوط يا أنسة مضغوط، ضغط الشغل عندي هيعمل انفجار. كان الله في العون يا فندم. خير؟ ايه الموضوع الخطير؟ اصل حضرتك وانا بحضر الملف اللي حضرتك طلبته مني لاحظت ان وزن الحموله اللي هننقلها على المركب اللي جايه من ايطاليا اكبر من طاقه المركب نفسها، ده غير بقى ان الارصاد محذره ان الجو منقلب في الميه، يعني لا قدر الله ممكن المركب تغرق بالبضاعه اللي فيها. لاحظتي؟ انت هنا ما تلاحظيش يا نسا، انت هنا تعملي اللي اقول لك عليه وبس. ودلوقتي يلا اتفضلي على مكتبك جهزي الفايل اللي قلت لك عليه بسرعه، الناس جايه كمان نص ساعه. طيب حاضر. ارجوكي أرجوكي. مستر منير مستر منير، ايه ده؟ حاجة مهمة، ممكن حضرتك بس تكلم الناس بتوع الصيانة عشان التكييف عندي بينقط مية، وبعدين واضح ان المجاري ضربت هنا عند حضرتك في المكتب، ده ريحة طالعة لغاية بره. لا ايه ده؟ ايه ده؟ دي بتزيد بتزيد. يا ساتر يا رب. طب ركب شفاط يشفط. هركب هركب يا عيني. أرجوكي اتفضلي أرجوكي. ايه ده؟ واحد ما يعرفش يفرفش في مكتبه ابدا. استاذ منير بقول لحضرتك العملاء وصل وعايز الملف ضروري. حاضر حاضر قول له حاضر قول له حاضر. يا رب انا مش عارف اشتغل، انا مش عارف اشتغل من البتاع ده، انا زهقت خلاص مش عارف اشتغل. يا رب اعمل ايه؟ هو ده. ماشي وحيات امي اجيب اخرك. ويلكم تو ايجيبت، وي ويل ستارت 5 مينيتس اونلي. يو هاف كوفي؟ كوفي يس اوكي. مستر عبد الله. نعم. كويس ان هم قاموا. عايز اقول لسيادتك على حاجه قبل ما نبدا. دلوقتي الحموله مالها؟ وزنها اكبر من طاقه استيعاب الباخره، ودلوقتي الجو كمان مش مضمون، يعني لو حصل اي تقلبات في البحر لا قدر الله ممكن الباخره تغرق. اسمع منير، ايوه احنا مالنا؟ مش اول مره نعمل الشغلانه ديت، وبعدين يا اخي فرق الوزن ماله مش كبير قوي للدرجه دي. ثم ما تنساش ان العملاء بتوعنا مالهم متعودين على ان مواعيدنا مظبوطه، مش عاوزين نخسر الميزه دي. تمام. بلاش تتكلم عربي كتير لانه شكلهم ولاد قرود بيفهموا عربي كويس. اوكي شوف بس موضوع الملف اخلص حالا. ايوه بلاش ايوه بقول لك بيفهموا عربي. طبعا ويلكم. شوفوا لي شريهان فين. ايه ده؟ ايه ده؟ مين دول؟ دول ولا اشرف والبنت نهى بيعملوا لنا خبياتهم. ولا شيل ايدك يلا. الشركة دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. ايجيب كوفي في غامق فاتح. ما تشوف لنا يا ابني الملف، انا عرضت خلص الانجليزي اللي اتعلمته كله. بص انت جوقته خلتي خلتي. ايوه يا خالتي. عايزه ايه خالتي دلوقتي؟ كنت عايزه اقول لك على حاجه كده حصلت بيني وبين سعبدل. خير يا خالتي؟ خير خير زي ما تقولي كده. في بيني وبين سعبدل لا قول، وان شاء الله عن قريب هتسمعي اخبار حلوه قوي. انا قلت يا خالتي دخلتك على الراجل بالطواجن دي فيها ان عشان عمرنا ما شفنا منك طواجن ولا شمنا حتى ريحتها. صح؟ ايه يا بنت ايه المشكلة يعني حتى لو اتجوزت؟ لا لا يا خالتي مشكلة طبعا، الناس دول هيفتكروا ان احنا داخلين على طمع. انا مش قلقانة من الراجل الطيب، انا قلقانة من بيته السماوية اللي عملنا فيها كل سابة دي هتقرفنا. انا ما لقحتش جدتي على حد، هو اللي عايز وهو اللي شاري. ايوه تفضلي تقولي لي بصي بقى وهو اللي شاري وهو اللي مش عارف ايه. لا يا خالتي
الموضوع ده مش هينفع، لازم لما اجيلك نقعد قعدة ونعرف هنعمل ايه. فاكرة عم محمد اللبان قعدتي تقولي لي بصي بقى وبيموت فيا ومش عارفة ايه، وكان عنده بنت سماوية وكانت مقرفة وهي اللي شلوحتني في الاخر. مساء الخير يا عمو. مساء الخير يا حبيبي. شريهان ثواني، والملف والملف يكون جاهز عند حضرتك. حالا الملف جاي يا فندم. ويلكم. مساء الخير. بس معلش، هو الجيم اللي هنا فين؟ عشان بس عايز اضبط الباي والتراي. اوف يا لهوي، انت متعاكس هنا؟ انا عضو هنا، انت بتحرجني. معلش جاكيت عامل شغل يا سيف، مش ممكن شغل ايه جاكيت؟ انت جاي تخطف طفل، ايه اللي انت لابسه ده؟ طب طالما مش عايز نعاكس بنات، عايز نعمل ايه؟ جايين نادي نعمل ايه يعني؟ انا عايز افهم. جايين عشان نلي ما بتردش عليا في التليفون من امبارح، وحاسس انها زعلانه. اكيد زعلانه عشان ما لقيناش اللابتوب بتاعها. طب ما احنا يا كيوتي اموري عسوله، قعدنا قلبنا العربيه ما لقيناش حاجه. يا كيوت هي امرايه الامرايه، لو كنا دورنا تحت الاستبن كنا هنلاقيه. وازاي كنا هندور تحت الاستبن؟ مش عارفين نشيل الاستبن اساسا. اهو كنا اتصرفنا احسن ما تزعل. ومن انت بيفرق معاك زعل البنات اساسا؟ وانت مش ورا البنات ده مالكش فيه اساسا. مين اللي قال لك؟ لا ليا فيه طبعا. ايه اللي ماليش فيه؟ لا فيه طبعا، انا كويس جدا. بس هي عشان زميلتنا في الجامعه. زميلتنا في الجامعه؟ لا ده انت رخم قوي، انت رخم يا شريف. في ايه؟ لو عايز تهزر قول لي عشان ما اجيش انا هنا يا شريف، ما تهزرش معايا. انت وقعت منين؟ انت حبيت هالة؟ انت قديم يا شريف. اوعى يا شريف، انا بعرف يا شريف، ما تلمسنيش يا اخي. قلت لك يا نهار اسود. ايه ايه؟ امن النادي؟ امن النادي؟ ياسمينة جاية. امن النادي ايه؟ واحنا نطيب من على السور. دي ياسمينة. مين ياسمينة دي؟ واحدة كنت ماشي معاها زمان. دي جامدة قوي، جامدة قوي قوي قوي. ايه ده؟ لا ولسه بقى، لما تيجي تشوف بقى انا عامل ايه. هاي ياسمينة، ازيك؟ هاي يا سي زفت. ايه؟ انت بتضحك على ايه؟ انت ليك عين تيجي نادي برجليك؟ انا؟ ده اللي انت عملته معايا امبارح ده. عملت ايه معاها امبارح؟ انت عامل معايا ايه دي؟ عملت غلط والله. انا عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه. استنى، عمل ايه؟ في ايه؟ انت عملت شير للصور القديمه بتاعتي على الفيسبوك؟ ايه انا؟ هو لو في مشكله في الصور القديمه حضرتك وعايز احط لك صور جديده، اديها لنا وهنحط لك الصور الجديده على طول يعني. لا انت ممكن تخلص خلاص، ما حدش كلمك اصلا. انت بتضحك على ايه؟ بتهزقك انت. ايوه صح. انا ما شيرتش حاجه. امال مين اللي شير الصور دي؟ مين؟ مش ده الاكاونت بتاعك؟ اه. يبقى مين اللي عمل شير؟ مين؟ صدق انك حيوان. اه يا حيوان. ايه حيوان؟ ايه اللي حصل؟ الشنطه بتوجع قوي. ايوه طبعا، السوسته جت في ضرسي. معلش سلامتك يا حيوان. ما تمسنيش يا شريف، ما تمسكنيش. قلت لك يا اخي اوعى بقى يا اخي. الله بجد انا ما صدقتش نفسي لما شفت الصور. فضيحه يا بنتي، دي اسمها فضيحه. انتي مش فاهمة كمية الكومنتس عاملة ازاي. كل الناس بجد، كل الناس I'm not exaggerating، كلهم عاملين شير للصورة. يا بنتي انتي مش فاهمة، دي جات النادي 10 دقايق بس امبارح، ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن، تستاهل. قلتلك يا سوء انا مش سهلة، انا مش سهلة خالص. ادخل ادخل. أمرت الحلوة بقت تحمة، بقت تحمة وإنها سحري. هي بتقول تحمة كده، تحس إنها واكلة تحمة. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبة. باي حبيبي بابا نيلي، أمورة بابا نيلي، كتكوت بابا نيلي. خلصت فقرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه، بس انت لو عايزاني اخلصها اخلصها، كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة ما تنسيش، انما دلوقتي في البحر سمكة سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده، خش في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على احلى واجمل والطف واقدم بنت في الدنيا، اللي يا سبحان الله حتى لو قلت لك حاجه تضايقك او تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي ابدا. ولا انا غلطان في العنوان؟ انجز يا بابي وقول عملت ايه غلط. بالعكس
عملتش حاجة غلط، ده اللي عملته ده عشان ما عملش حاجة غلط. ممكن تبقى دايركت وتقول لي ايه الموضوع على طول؟ طيب، اللي عملته ده عملته عشان خاطرك انتي، عشان اكون عيلة ونتلم كلنا، كلنا نتلم في حميمية ونبقى أسرة جميلة مترابطة. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب، انتي ما نفسكيش من زمان يكون ليكي أخت؟ عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟ ابدا، الجاية في الموضوع يعني انا جوا صباح. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما علي صوتي على بنتي. انا جوا صباح. علي صوتك بالغنى. انا هتجوز صباح. صباح مين؟ خالد شريهان. أخت شادية؟ مرات عبد الحليم؟ No way الست دي تدخل البيت هي والبتاع اللي معاها دي! على غصتي! تس 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 أي أي باشمهندس! والنبي زود لي بقى الإفكت بقى، عيب يعني، ده أنا حبيبة. أيوة تس، أيوة الله، أيوة تمام تمام. عمنا باشا، أنت مصور؟ مصور كوكو مصور حضرتك؟ ما توقفليش هنا بقى، توقفلي عند الباب بقى تصور الناس وهي داخله. ماشي، فين اللي معاه كاميرا الفيديو؟ اه عمي معاك، تقعد لي هنا، تخرج وتدخل والكلام الحلو ده. ماشي، والقلوب والحاجات اللي انا قلت لك عليها حبيبه. يا كريكا، مفارش قهوه فيصل دي بقى تشيلها لي وتحط لي بقى المفارش المورد. ممكن؟ مش ده اتفقنا؟ يلا يابا، يلا الله يكرمك. الشيشه تمام والولعه تمام ولا ايه؟ يلا العروسه وكتاب الله، لو جت ما لقيتش كل حاجه جاهزه هتسمعوا الفاظ ما سمعتهاش في حياتكم. مش مصدقه نفسي يا سو، such a nightmare. بقى ده فرح بزنس مان كبير، لو حد عدى من بره هيفتكره مولد. على فكره انا بجد اللي مش مصدقاكي انت، كل اللي فارق معاكي الفرح and how it looks in front of people. مش فارق معاكي خالص ان ابوكي متجوز البيئه اللي اسمها صباح دي. ازاي يعني مش فارق معايا؟ إذا كنت أنا من ساعة ما عرفت إنه هيتجوزها برجع كل يوم. خلاص ليه ما بوصيش الجوازة يا نالي؟ سو بابي قليل الأدب وبتاع ستات، وبتاع ستات بلدي كمان اللي هما بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي. فكده ولا كده كان هيتجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو. اللالي whatever. أنا قلت سيبه يومين ثلاثة يتجوزها وبعدين أشوف طريقة أخليه يطلقها. أيوة بس هتخلي ست البيئة دي هي وشريهان يقعدوا معاكي في الفيلا هنا؟ امال اخليه يجيب لها بيت ويكتبه باسمها ولما يطلقها تاخد البيت؟ لا طبعا، دي لازم تفضل تحت عينيا. اسيبها يعني تاكل بعقله كنافه؟ حلاوه يا نالي حلاوه. تس 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 تشيك 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 مايك تشيك مايك. ايوه الله الله الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده؟ مساء الفل يا فندم، محسوبك هاني، مبروك للحاج. انت مين يا حيوان انت؟ انا ليه يعني الغلط ده حضرتك؟ يعني انا هاني، هاني الدبدوب. دبدوب؟ يعني حيوان اهو. عسل عسل والله يا فندم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح، يعني تقدر تقول عليا كده انا الويدنج بلينرز. سمعتي قال ايه؟ بلينرز؟ اه لا مؤاخذه، احنا اسفين لو كنا ازعجناكم، بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجه جاهزه. ليه بتحطوا اسف في كل حاجه؟ بلينرز وشيكس ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟ لا انت فهمتي غلط يا ابلة، الاس دي مش بتاعت البلور، لا دي اس بتاعت الابوستروف اس، يعني الاس عايدة على الذكر اللي هو انا. انت مش ذكر، انت حيوان. وانت عسلز عسلز. ممكن اجرب؟ اه طبعا اتفضلي اعملي. لا عايز اجرب شيكس. اقولي شيكس 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 تست شيكس مايك. ايوه الله الله الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده؟ مساء الفل يا فندم، محسوبك هاني، مبروك للحاج. انت مين يا حيوان انت؟ انا ليه يعني الغلط ده حضرتك؟ يعني انا هاني، هاني الدبدوب. دبدوب؟ يعني حيوان اهو. عسل عسل والله يا فندم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح، يعني تقدر تقول عليا كده انا الويدنج بلينرز. سمعتي قال ايه؟ بلينرز؟ اه
لا مؤاخذة احنا اسفين لو كنا ازعجناكم، بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجة جاهزة. ليه؟ ليه بتحطوا اسف كل حاجة؟ بلينرز وشيكس ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟ لا انت فهمتي غلط يا ابله، الاس دي مش بتاعت البلور، لا دي اس بتاعت الابوستروف اس، يعني الاس عايدة على الذكر اللي هو انا. انت مش ذكر، انت حيوان. وانت عسلز عسلز. ممكن اجرب؟ اه طبعا اتفضلي اعملي. لا عايز اجرب شيكس. قولي شيكس 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 شيكس. في 60,000 داهية. والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير. يلا طلبوها ونالوها. خلاص يا خالتي سيبك منهم. بس يا بيت بتكسروا ورانا قلل يا حرام عفنة يا ولاد. بس يا خالتي دليلة فرحك. فرحي؟ لا ده نقلع لكم الابيض والبس عليكم الاسود يا ولاد ال اتفو. خلاص بقى يا خالتي خلاص. ما تسمعونا زغروطة يا ولاد. على عينك يا رنا، على عينك يا رنا، حبات الليلة يا عيانة، على عينك يا رنا، على عينك يا درتي، على عينك يا درتي، الابيض والاحمر فضلتي، على عينك يا درتي. يلا على ايه؟ مبروك على المصيبه اللي احنا فيها. خير في ايه؟ في ايه يا انكل؟ حضرتك مش شايف الديكوريشن؟ مش شايف بهدله الجنينه ازاي؟ بص البالونه اللي هناك، بص حضرتك الناس اللي وراك بترقص ازاي؟ كارثه. لا الاطفال اللي معاهم، والله العظيم يا انكل دول مش اطفال، استحاله يكونوا دول اطفال بريئين. من شويه واحد صغير كده جه يقول لي ايه، بص لي كده كانه بصت راجل كبير، كانه راجل مضغوط، قال لي يا انسه يا كويسه تتاكلي حته حته حتى لو محلوسه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ قولي. دول قريبها. يعني ايه دي؟ يعني تقصد الجلاليب والعبايات والحاجات دي؟ حاجه بالظبط. ممكن لو سمحت من فضلك، لو حضرتك بتحبني ولو بتحب بابي، من فضلك تعال نلحقه في الساعه اللي فاضله له من حياته. بليز بليز يلا ننقذه. حضرتك اقنعه لانه مش مقتنع بكلامي. يعني اللي ده انا نفسي وهموت ان انا اعمل زيه. الله، حضرتك بتتكلم بجد؟ انا طبعا. واضح بقى ان انتوا في السن ده بتلسعوا او حاجه. طب بتفضل حضرتك اقعد وانا هخلي الناس الجميله دي تجيب لك بقى حلابسه وبلابسه والحاجات بتاعتهم. اتفضل اتفضل. خلي بالك على ابوكي بيضربوا واحد ورا التاني. حاسب وسع وسع وسع. تعلن شركه مصر للطيران عن وصول رحله البحرين اللي عليها احلى عروسين. وسع 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 وسع. اللي قاعد يقف والواقف يوسع. وسع وسع يا عمنا. العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا، نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكة حديد مصرية عريسنا مية مية. سكة حديد مصرية عريسنا مية مية. يا عم قول وانا قول، يا عم رش الفلوس، يا عم قول وانا قول، يا عم رش الفلوس. احنا بتوع المزامير وصل للكذا بكتير. احنا بتوع المزامير
احنا فريق الكوكواوا. احنا فريق الكوكواوا. للي حبيبتي بعقولة جاية تنيني؟ بليز ابعد عني، انا مش مصدقة. انت ازاي مش مستخبي؟ ازاي مش مكسوف؟ انت عازم قرايبنا؟ عازم ناس معاك في الشغل؟ نيلي في ايه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقة، وبعدين انا شايف ان ده حقها. كسر حقها. كسر حقها. هو ايه حقها ده اصلا؟ حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير، يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص. حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك حقها. تؤذى فيها، تؤذى فيها دلوقتي، يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي، انا اول مره في حياتي اترجى حد. I'm begging you. لو انت مش خايف على مستقبلك، خايف على مستقبلي انا، خايف عليا، من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده. حاضر يا حبيبتي، حاضر. بس انت اوفر قوي، الموضوع ابسط من كده كتير. دي لو هتعدي وسع 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 وسع. لا حد يقف اللي واقف يوسع. وصلت عروستنا الاموره اللي عايزه لها مليون صوره، يلا نعمل لها احلى شبوره. واديني يا ابني سن وسنه. اهي جت العروسه. تعلن شركة مصر للطيران عن وصول رحلة البحرين اللي عليها أحلى عروسين. وسع 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 وسع. اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وسع وسع يا عمنا. العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا، نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكة حديد مصرية عرسنا مية مية. سكة حديد مصرية عرسنا مية مية. يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الكور، يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الكوس. احنا بتوع المزامير واكتر من كده بكتير. احنا بتوع المزامير واكتر من كده بكتير. احنا فريق الكوكواوا. احنا فريق الكوكواوا. للي حبيبتي بعقوله جايه تنيني؟ بليز ابعد عني، انا مش مصدقه. انت ازاي مش مستخبي؟ ازاي مش مكسوف؟ انت عازم قرايبنا؟ عازم ناس معاك في الشغل؟ نيلي في ايه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقه، وبعدين انا شايف ان ده حقها. كسر حقها. كسر حقها. هو ايه حقها ده اصلا؟ حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير، يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص. حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك حقها. تؤذى فيها، تؤذى فيها دلوقتي، يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي، انا اول مره في حياتي اترجى حد. I'm begging you.
لو انت مش خايف على مستقبلك خايف على مستقبلي انا، خايف عليا، من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده. حاضر يا حبيبتي، حاضر، بس انت اوفر قوي، الموضوع ابسط من كده كتير قوي. دي لو هتعدي وسع وسع وسع، لا عاد يقف اللي واقف يوسع. وصلت عروستنا الأمورة اللي عايزالها مليون صورة، يلا نعمل لها أحلى شفورة واديني يا ابني سلوي سيلا. أهي جاتها بالعرش. نسألك يا من هو باكي ولا ايه؟ مش عجباني؟ ده انا مبهورة، ده انت مشرفني وسط الناس كلها. ايه الحلاوة والشيك؟ ايه ده؟ ايه الكوشة الحلوة دي؟ دي فكرة القوقعة ولا فكرة ورق العنب؟ بصي انا سايبها مفتوحة يعني اللي عايز يشوفها ورق عنب هيشوفها، واللي عايز يشوفها قوقعة هيشوفها. الله، تحفة تحفة. طب والنبي يا هني اعملي واحدة زي دي في فرح. لا يا عبيطة، في فرحنا بقى شايلك الافتكاسة الكبيرة. ايه؟ هنعمل الكوشة متحوطة بشجر الموز، والكوشة نفسها معمولة من قشر الموز. الله، ما تزفلطش دي يا هاني، خطر. لا ما تخافيش، ما احنا هنرش نشارة خشب. الله عليك، مبدع يا هاني. لا بس في سؤال، مش كوشة الموز دي لو اتركنت شوية تسمر؟ ما انت عارف الموز لما يتركن لونه يغير معاه. يا بنتي ما دي بتنزل فريش، يعني واحنا عند المصوراتي يكونوا الناس بيقشروا في الموز. نورت بيتك يا قمر. تسلمني يا سعادته. بقول لك ايه يا اخوي؟ امري. انت هتوديني فين في شهر العسل؟ اختاري بقى يا ستي، عاوزة تايلاند ولا بالي؟ بالك؟ لا خد بالك يا سعبد، ما تكروتنيش. انا يا اخويا عايزة شاليه يا في مراقية يا كذا فلانك اللي في الساحل الشمالي. كذا فلانك؟ كذا بلانك. ايوه كاريناك. طب احسن اشوف لك حاجة في امون او الرواد. ده في الساحل الشمالي برضو. ايوه بس تاني يمين. المهم قوليلي بقى ايه الألاجة دي؟ حلو؟ حلو، ده هاكل منك حتة. مأجرة منين؟ مأجرة ايه؟ انا مفصلة طبعا. مفصلة منين؟ ده انا رحت مخصوص للترزي بتاع استاذتي وملهمتي غدا ابراهيم عشان يعملهولي، وقلت له ان انا عايزاه موف غامق عشان الاحداث. احداث ايه؟ معرفش، هي دايما بتقول كده في اي احداث. سلموا سلموا دلوقتي
لحبايبنا اللي مشرفينا فقرة الكليب. الكليب ده اهداء لخالتي صباح. خالتي صباح اللي على طول بتقل مني وبتهني مع انها مني، بس معلش انا جلدي تخين وبستحمل، وجه الوقت يا خالتي اللي تعرفي فيه ان هاني الدبدوب فنان موهوب. وعقبال ليلتنا يا شوشو العب يا ابن الكلاب. شفتني وانا عصفوره يا سعد؟ ايوه. واحلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا. على قد ما شفت وعشت قادرة مش قادرة اقولك مكسوفة مكسوفة منك مش قادرة نشكر حبايبنا اللي مشرفينا ومنورينا، وكنت متاكد ان اللي بيتعمل من القلب بيوصل للقلب. والله يا ابني حرمان زهقان زهقان طهقان، ابعت مشوار مشوار اليونان والكعبه بتدق والنسوان انت يا ست بكير ابنك شغال حكيها، انت يا ست بكير ابنك شغال حكيها. طب خد الكلام على هادي، خد الكلام على طول، خد الكلام على هادي، تتهنى بالقصور، تتهنى بالقصور. رمضان ابو العالمين خرج وخد سطرين. يا سمير يلا اعمل هما الناس جعانه. ايه يا هاني المنظر ده؟ مش كنت عملت البوفيه اوبن؟ اوبن ايه يا بنتي؟ اوبن يعني مشاكل يعني خناقات، يعني هتخرجي بطبقك وست غرز في راسك. لا برضك الناس تتريق علينا كده. تريقوا علينا ليه؟ يا بنتي انت مش فاهمه، كل علبه فيها سندوتشين جبنه رومي وسندوتش لانشون وكان زايه، ده غير بقى علبه الحلو. ايه ده في لانشون؟ طب ما تقول كده، ارجع لي يا ابني بالصينيه دي، طلع لي بقى كل سندوتشات اللانشون اللي في العلب، عبيها لي في اكياس وانا هوزعها بمعرفتي، واي حد هياخد لانشون ولا ايه؟ محدش فاهم. الاكل عجبكم؟ بالهنا والشفا. خدت لانشون يا حاج؟ لانشون؟ ايه هو اللانشون ده يا بنتي؟ اللانشون يا حاج اللي هو بيبقى مدور كده واحمر، اللحمه يا حاج. لحمه؟ لو في صالح حكي. لا في الصالح يا حاج طبعا. اتفضل اتفضل بالهنا والشفا. اتفضل يا مستر منير، انا عاده بدي كل واحد سندوتش لانشون، حضرتك اتنين. ايه ده؟ ايه الحاجات دي يا ناس شريهان؟ انا ما باكلش، ماما كانت منع اي لحوم مصنعه تدخل البيت، علشان كده انا ماشي باللانش بوكس بتاعي. طب ليه حضرتك؟ ده لانشون صلاح وعبد الفتاح. مشكله اسامي يا ناس شريهان، دي وصيه لازم تحترم. كانت عايزاني ما اتخنش. الله يرحمها الست الوالده، حافظت عليك من فوق وطنشت من تحت. اتفضلي يا ماما ستة، اتفضلي بالهنا والشفا. يلا بنت يا نيلي، انا ما بطلعش اللانشون ده الا للغالي، خدي انت وصاحبتك سوا. شكرا، مش عايزه منك لانشون، وصاحبتي على فكره اسمها سو. ايه يا بنت التناكه بتاعتك دي بفستانك الاحمر ده؟ قسما بالله الفنانه بوسي لما عملت مارلين مونوكات احلى منك. دوبي 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 دوبي، انت سمعتي بتقولي ايه؟ دي فاكره ان احنا في حفله تنكريه. يا
نالي ايوه بس انا كان فعلا نفسي في لانشن. سو انت بقيتي زيهم؟ بصي شايفه الست اللي بترقص فوق الترابيزه هناك دي؟ اطلعي ارقصي زيها كده فوق الترابيزه وعملي بطنك كده وقولي عايزه لانشن عايزه لانشن اديني رمضان. انا قلت عايزه لانشن. ماما ميني ما تاكليش الساندويتش. نيان خذي هذا الساندويتش ما تخليهاش تاكله. الحلو يجيب الحلو. بس بقى هتلزقني. انا ما اكلتش يعني حتى ده. يا ميت هتدخل الفلوس دي بكره في حسابي في البنك باي طريقه إن كانت يا اخي. ده وقته. مساء الخير. مساء الخير. من فضلك بلاقيش الشاحن بتاع الموبايل عند حضرتك. فريق اه عندي. تعالى شنهولك. طب انا افتكرت انا معايا تقريبا واحد في العربيه. ما انت مش عايز شاحن خمس دقايق عشان شنهولك ما تقلقش. عند حضرتك شاحن؟ عندي اه. لما دخلت الفرح لقيت كل الموجودين بهوات، حتى العيال الصيع والشمامين بهوات. حضرات الساده البهوات، معنا ومعكم نجم الاغنيه الشعبيه ونجم الموال في الوطن العربي، اللي ولا واحد ولا 100 يقدروا ينافسوه، اللي ولا 1500 يقدروا يهزوه. المطرب الوحيد اللي دعا الى السلام وقال السلام عليكم. المطرب الوحيد لما يغني والدنيا برد تلاقيها نار النار النار. المطرب الوحيد اللي سال على عم سلامه في شدته. معنا ومعكم نجم الاغنيه الشعبيه. بشرى لكل العيانين. جبنا لكم حكيم. اللي ليلته وكلامي قلته اه يا بخته يا رب وعيني ده هياخدنا. الليلة ليلته وكلامي قلته اه يا بخته يا رب وعدنا. زغلل عيوننا شقلت كياننا على فين بسحره ده هياخدنا. انا مهما احكي او مهما اوصف ابدأ منين انا يا اخوانا. الواد بلدي وجماله بلدي والبلدي يوكل يا ثيابنا. من ناحية بلدي اكيد بلدي مش مختلف. شافوا لا انسان ولا جان قمر 14 والله ربنا هيحاسبك على الحلف. الليلة ليلته وكلامي قلته اه يا بخته يا رب وعدنا. زغلل عيوننا شقلت كياننا على قلب سحره ده هياخدنا. سقفونا خلوا اليوم ده يعدي بالسلام. اسفين يا عرسنا احنا بنضحك مش قاصدين حد بنهزر وياك من الفرحة. لا انا فعلا بتكلم جد. الليلة ليلته وكلامي قلته اه يا بخته يا رب وعدنا. زغلل عيوننا شقلت كياننا على فين بسحر ده هياخدنا.
لك وانا بغني. انت مجنونه يا بنت، انت وانا اخدت منك المايك ولا انت؟ ايوه عشان تطلعي تتلزقي في الراجل انت والبتاع بتاعك ده. انت حبيبتي نتلزق فيه ده، انت مخالتي كده. ايه اللي انت بتقوليه ده وما يعرفكوش؟ يا جماعه خلاص قلنا صلوا على النبي، خلوا الليله دي تعدي على خير بقى، والنبي انتوا بقيتوا قرايب ونسايب في بعض. استاذ حكيم من فضلك مالكش دعوه بالناس دي، لانها زهقتني في حياتي، وانا اسفه قوي اني خدت منك المايك في الاغنيه، بس كنت عايزاك تعرف الحقيقه. ايوه بس ما كانش في داعي للنمر اللي انت عملتها قدام الناس دي. حضرتك مش فاهم هما بيعملوا فيا ايه. ما بس مش... بقى يا بنت انت هتحكي لي قصه حياتك، الراجل مش فاضي. اخرسي بقى، فضحتونا فضحتونا مش ممكن. استاذ حكيم مش عايزين نعطلك، اكيد عندك افراح وحفلات وكده. يا اموره اتفضل فين. استاذ حكيم جاي يقعد معانا لحد الصبح عشان هو نجم شعبي، يعني مننا احنا مش منكم انتوا. ده مغني عالمي غنى مع جيمس براون. ايه اللي بتقوليه ده يا استاذ حكيم؟ ما اعرفش الاشكال دي خالص. والله هتلاقيه جه عشان انت رحت مسحتوا له البيت انتوا الاثنين. ما تلمي نفسك يا بنت انت، هاني ده اكبر نبطش متعهد حفلات فيك يا مصر. اساسا استاذ حكيم جه عشان بابايا انا. هو ده بابا؟ ايوه بابا. يا بابا يا بابا بابا 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 يا بابا. نسبة زيت معاه مش ممكن يعني بجد. انت بتعملي ايه يا وليه؟ مش انا اللي بعمل، ده هو اللي بيعمل. هو وانت بتهببه ايه؟ الوقت كان محظور وعايز يشخ، والكنيف عندكم مشغول، يصير ورا المسرح ولا يصير هنا في المية؟ انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمه منك حاجه. بس يا حبيبي كفايه، ايه كل المية دي؟ هو شارب ايه؟ هيشرب ايه يعني؟ شارب ازازتين بير. اطلعوا بره البيت خالص، يلا بره. ماشي يا اختي ماشي. يلا امشي. يلا يا ابني يلا امشي بقى. يلا يعني اولع في البول ولا اولع في البيت ولا اولع في نفسي؟ ربنا يسامحك يا بابي، يا رب الزفته دي تعدك بالليل. نيلي انكل سليم تعالي. ايه ده حضرتك عامل كده ليه؟ واحد انتهز ان الموبايل بتاعي فصل شحن، جابني هنا وقلبني، سرق كل حاجه، محفظه، موبايل، ساعه، كل حاجه. واحد منين؟ من الشارع؟ من هنا. من دول؟ معلش يا انكل امباري، سوري مش عارفه اقول لحضرتك ايه. طب تعالى اجيب لك حاجه تلبسها. يا ريت والنبي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده يا بنت عمي؟ طب اقفي في ديره ولا حاجه، استر على نفسك. وبعدين مين ده؟ مدير البحر؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت اتجننتي؟ اتجننتي ايه يا حبيبتي؟ انت عايزين اكدب عينيا؟ واقفه مع راجل غريب في الزنقور بمنظره ده، هتكونوا بتعملوا ايه يعني؟ بتلعبوا استيميشن؟ يمكن كان بيعلمها فنون القتال. بس يا متخلف انت وهي، ده انكل سليم قريبنا، وواحد من الزباله اللي انتوا عازمينهم هو اللي عمل فيه كده وسرقه. لا حاسبي على كلامك يا حبيبتي وفرملي عندك، احنا ما نعرفش ناس زباله، وبعدين احنا شعرفنا، ما يمكن هو جاي الفرح مهاوي على نفسه كده. جاي فرح مهاوي ازاي؟ هو جربوع زيكو. ما تلمي نفسك يا حبيبتي، احنا ما نعرفش جرابيع، الناس اللي جوه دول اشرف منك واشرف من اللي تعرفيهم كلهم، على الاقل جايين بملبسهم. خلاص اهدي يا شوشو اهدي. خلاص يا استاذه نيلي احنا هنحل الموضوع ده. هو بقول لك ايه، مش يمكن يكون الواد ايمن قرده هو اللي عمل الحوار ده؟ هو انت عزمت ايمن قرده؟ انا اضطريت غصب عني، ده مثبتني انا مرتين يا هاني. طب هنجيبه منين دلوقتي؟ هيكون فين يعني؟ يا اما في بيتهم يا اما في شارع عبد العزيز بيفور الحاجه اللي معاه. ما تقلقش يا حاج، حاجتك عندي انا هجيبها لك. حاجه ايه اللي هتجيبها له؟ انا هحبسكم كلكم. الحق عليا ان احنا عايزين نساعدكم. تساعدوا مين يا حراميه يا باور؟ باور ايه؟ نور يا ابله. وات ايفر، انا هكلم البوليس حالا عشان يجي يقبض عليكم. اعملي اللي انت عايزاه، انت هتقرفينا. الو بوليس، ممكن اعمل اوردر لو سمحت؟ عايزة أبلغ عن سرقة في فيلا عبد الله مكاوي. يا نهار اسود، حضرت الظابط ايه السيرفيس التحفه دي؟ انا لسه قافله حالا، جيتوا بسرعه قوي. لو سمحت انا عايزك تقبض لي على دي ودي والولد ده، اسمه هاني الارنوب. ارنوب ده ايه؟ دبدوب يا باشا. هو ايه اللي قبض على دي ودي ودي؟ لا يا باشا،
انا اللي عايزه ابلغ عن البت دي، قفشتها في وضع مخل مع راجل، هتلاقيه متلقح هناك كده في دروه بملابسه التحتانيه. ايه قله الادب بتاعتك دي يا مجنونه؟ ده انكل سليم. يلا يا ساره يا بتاعت انكل سليم. بس بس بلاش كلام فارغ. انت عبد الله مكاوي؟ ايوه. انا معايا عمرو بالقبض عليك، اتفضل معايا. ليه؟ دي مراتي. انا مالي بمراتك؟ انت شركتك تملك باخره كانت طالعه من ايطاليا للصين. ايوه. اتفضل معايا عشان الباخره دي غرقت. طب وانا مالي يا فندم؟ وانا اللي سوقتها؟ لا، احنا مسكنا السواق. اتفضل. لا 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 يا خالد اتفضل. طب لو سمحت يعني ممكن اكلم اللوير بتاعه بس يجي الاول؟ يا باشا دعاري. يا لهوي بس بقى. ايوه يا سو، ام فاين الحمد لله. مفيش مركب من بتوعنا غرقت في اوشن وعليها بضاعه كتير قوي، فالشركات اصحاب البضاعه هم اللي قدموا بلاغ في بابي. واضح ان في ناس وشهم حلو قوي علينا. طب اديها بالجزمه دي ولا اعمل فيها ايه؟ خالتي استني بس، ما عندها حق الصراحه، ده احنا قدمنا محني، ده احنا جبنا ده غير راجل، ده من يوم ما عرفنا وهو ما بين المستشفيات واللي اقسامه هيسجنه. طب اخرسي بقى، اخرسي بقى واسكتي وتنيلي على عيني. قالوا لنا انه هيخرج بعد شويه، بس قالوا لنا هيخرج بكفوله، ده نوع من انواع العقاب. كفاله؟ اوكي، ايه الكفاله دي؟ ندفع. صعبته. اقفل يا سو دلوقتي، باي. طب يا عبد الله بيه، اسيبك انا اروح الحمام وبكره الصبح نتقابل ان شاء الله. وانت تستنى في الحمام لغايه بكره يا منير؟ يا دوب يا عبد الله بيه. بنوي بنوي جوزي حبيبي، الحمد لله على السلامه يا سعبته. الله يسلمك. شده وتزول يا عمو. شكرا بنتي. بابي طلق الست دي دلوقتي حالا، دي وشها وحش قوي عليك من اول يوم المركب غرقت. امال بعد 2 ويكس هتعملي فينا ايه؟ اوعى تصدقها يا سي عبدو، ده انا وشي حلو قوي. اوعى يا اخويا تطلقني، ده انا ادمي حلو، هي بس اللي من نفسنا مني شويه. انا ايه؟ ايوه من نفسنا مني، من ساعه ما شفتيني لابسه فستاني الفرح وانتي مش طايقه نفسك. بس 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 فستانك ده اسكتي خالص. اسكتي خالص؟ بقول لك ايه يا بنت انتي، انا خلقي في مناخيري ومش مستحمله ومش ناقصاكي، كفايه البتاع ده طبق على نفسي. ما هو طايق على نفسنا كلنا، انتي اللي مش متعوده. انتي مش عارفك يا بنت انتي، اذا كانت متعوده ومش متعوده. اسكتي يا ملزقه يا متفتفه. ايه ده؟ ما تقوليش ملزقه يا متفتفه. صحي النضيف. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انا مش مصدق. هاو صباح، انا تعبان. سلامتك يا حبيبي. طب اروح. يلا يا اخوي، حط ايدك في ايدي كده. بس كان نفسي نتزف الاول يعني يا سي عبدو. مش مهم، ما تسمعيني زغروته يا بنت. ريحتهم رهيبه. نعم أموري. عايزه ايه؟ بقالك يومين ما بحلقالي، عايزه ايه يا بنت انت؟ عيب عليكي كده، حرام. ما تتريقيش عليها، ما بتعرفش تتكلم. مين دي اللي ما بتعرفش تتكلم؟ ده انا سامعاها الصبح بودني وهي بتغني اه لو لعبت يا زهر. اه لو لعبت يا زهر وتبدلت الاحوال. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ شفت؟ لا دي اكيد ملبوسه كده يا ماما. خلاص بقى شوشو، فكيها بقى. افك ايه بس يا هاني؟ احنا من ساعه ما عرفنا الراجل وهو حلو في النازل شكلنا بقى اندر قوي. وانتوا مالكم يا بنت؟ هو قدره كده. انت بس توصي خالتك تقعد ايه جنبه، يعني تفكه تاخده في حضنها تطبطب عليه. الراجل برضه عريس جديد وفي ظروف صعبه ومحتاج لصدر حنين كده. ما تظبط يلا وتلم نفسك يا بنتي. ما حلاله يا بنتي، هو محتاج لصدر حنين يترمي فيه. بس نيان بقى. نيان مالها دي بتنونو ليه؟ سيبك منها، نزل رجلك وحط الطبق على الترابيزه. معلش انا اقعد براحتك ياض. نيان نيان ما تتعبيش نفسك، بعتنا نياو تجيب طلبات. طلبات ايه اللي بعتوها تجيبها؟ لا ما تقلقيش، ده حاجات بسيطه يعني فول على طعميه على بقسماط. مش قصدي يا غبي، قصدي ليه اصلا تبعتوها تجيب طلبات؟ ليه ليه مش شغاله هنا؟
شغالة عند أصحاب البيت، إنما أنتوا ضيوف تقال وخلاص هتمشوا. بقولك إيه يا بنت أنت، ده مش عايزة أتخانق معاك عشان الظروف اللي عمو عبد الله فيها. هو فين بابي أصلاً؟ أنا ما شفتوش من الصبح. في المكتب مع المحامي ومندوب شركة التأمين. أنت بتتكلمي ليه أصلاً؟ هو حد كلمك؟ الله، أنت مصرصية يا بنت أنت ولا إيه؟ مش أنت اللي بتسألي؟ بسأل نفسي وبتكلم مع نفسي. خلاص معلش يا ست الكل، حقك علينا. وانت بعد كده لما تلاقي بتتكلم مع نفسها ما تتدخليش خالص، ماشي؟ انت مالك انت اصلا قاعد متبرتع كده في الليفنج؟ انت مين اصلا؟ بعدين بقى ده خطيبي، عشان افهمك بلغتك، ماي اكس فريند، وضيف مرات عمي اللي هي صاحبه البيت. اولا انا مش هصلح لك الكارثه اللي انت قلتيها دي وهسيبك حماره كده. ثانيا مرات عمك اللي هي صاحبه البيت اسمها الست اللي خربت البيت. يا عالم يا نحس. شريهان انت دبرت. ايوه يا عم حالا. اوعى يلا شريهان. ايوه يا عم. مش في ملف امبارح اديتهولك وقلت لك خليه معاكي؟ ايوه انا شايلاه معايا. هاتيه وتعالي بسرعه. ثواني ويكون عند حضرتك. ما يقدرش يستغنى عني خالص، هيجنني. ان شاء الله ما خليتك تستنى. نزل رجلك يا متخلف انت. معلش انا اسف، حقك عليا. على فكره انت صاحبه البيت طبعا. اي نو، مش محتاج تقول لي. استاذ عبد الله انا اسف، شركه التامين اشترت تحمل الخسائر اللي على الباخره. الباخره اتحركت من مينا وكان عليها حموله زياده، معنى كده ان انتوا ما اتبعتوش قواعد الامان. يا استاذ سامح، يا استاذ سامح، كل المعلومات اللي عند حضرتك معلومات مغلوطه. وبعدين انا مش فاهم ازاي شركه تامين كبيره زي حضرتك. لا هي كبيره، انا بحبهم جدا. واسمهم زي الطبل في السوق. لا هي زي الطبل. يعني مفيش كلام، ازاي يعتمدوا على معلومات مغلوطه ومشكوك في صحتها للدرجه دي؟ كل الكلام ده مش هيغير حاجه من الموضوع. طب انا مش هتكلم، عبد الله بيه هو اللي هيقول لك الحقيقه. اتفضل يا فندم. انا صبر. طيب شوف يا سيد وائل. سامح يا فندم. سامح سوري. شوف يا سيد وائل، انا هلخص لك الموضوع في الاتي. هو الراجل القبطان طلع بالمركب، قال دعاء السفر، سمى الله، حاطط بنزين، شاف بنزينه، شاف ميته، شاف زيته، شاف فلاتره، كله تمام. وهو ماشي في عرض البحر زي الفل، طلع له بلد ابن حرام بجيتسكي وصيني كمان. ومش مترخص يا فندم. ومش مترخص. تمام؟ قعد يزوله في البحر، كسر عليه. يطير الولد؟ يطير روح؟ طب المنطق بيقول كده؟ فداه. في الثانية لقى جبل جليدي قدامه، راح داخل في الجبل الجليدي، قسم المركب نصين وغرق زي تايتانيك. هو تايتانيك كان حد حاسبهم؟ والفيلم كسر الدنيا وجاب فلوس قد كده، عارف جاب فلوس قد ايه؟ تايتانيك؟ كتير. ومع ذلك يا سيدي، مسألة بمنتهى البساطة يعني، الحمد لله رب العالمين زي ما بيتقال انها جت في الصاج وجت في شوية فلوس علينا وعليك مش أكتر يعني. ايه اللي حضرتك بتقوله يا أستاذ عبد الله؟ أستاذ عبد الله اتفضل. أهو أهو الملف اللي بيثبت صحة كلامنا مليون في المية. اتفضل يا فندم اتفضل. يا سامح بيه، احنا شركة كبيرة، شركة عريقة. تمام، احنا هنعيد التحقيق، بس من وجهة نظر انا الشخصية المسؤولية على حضرتك يا استاذ عبد الله. لا معلش يا باشا، ثانية واحدة، مستر عبد الله ملوش أي علاقة بالموضوع ده. أشطر وأمهر موظفة عندي، اسمع منها واستفاد. مستر منير هو المسؤول. أنا؟ أيوة أنت يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حرام عليك بقى، إيه الكذب ده؟ مش دي الشحنة اللي طلعناها وغرقت بالمركب اللي فيها؟ وأنا حذرتك بدل مرة تلاتة، فاكر؟ لما كانت المجاري طافحة في أوضتك قعدت تقول لك خلي بالك الحمولة زيادة، المركب هتغرق، قلت لي مالكيش دعوة خليكي في نفسك؟ دي بتتكلم على موضوع تاني خالص يا فندم. الباخرة بتاعت السويد يا عبد الله بيه، فاكرها؟ الباخرة بتاعت السويد؟ لا دي كانت مسؤوليتنا. واحنا تحملنا كافة المصاريف. لا 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 بتاعت سويد. أيوة. لا سويد ايه، انا مش بتكلم عن السويد، انا بتكلم عن المركب اللي طلعت من ايطاليا للصين اللي كان رقمها 444 على الف به ته، صح؟ دي واحدة مجنونة جايبانها تسترزق في الشركة. مجنونة؟ طب انا هوريك بقى الجنان اللي على اصله، عشان انا كنت متأكدة ان انت هتعمل مكيدة في عمو عبد الله. اتفضل يا باشا، ادي نسخة من المستندات اللي تثبت كلامي ده. اتفضل. عم 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 ده انا هوريلك. ايه رأيك بقى يا عمو؟ انا عايزك تحمد ربنا ان انا جيت لك في الوقت المناسب انقذك من مستر فلايت الشرير.
رأيي روح يا شيخ الله يخرب بيتك. شريف سيف في ايه؟ بكلمك كتير ما بتردش عليا، وايه حكاية دقنك دي؟ في ايه مالك؟ مفيش حاجة، كنت محتاج اقعد لوحدي في البيت عشان بشتغل على مشروع التخرج بتاعي، انت عارف عايز اقعد عليه بروقان، حتى اللابتوب بتاعي. سيف سيف مال بقك في ايه؟ انت بتكذب؟ انت خدت بالك؟ طبعا عينيك فضحتك. ازاي اصلا انا مش باصص لك؟ سيف في ايه مالك احكي لي؟ حاسس اني مخنوق ومتكتف. ايه اللي مكتفك؟ ايه اللي مكتفك؟ انت اللي مكتفني يا شريف. بتخش عليا بتقول لي كلام قديم وانا بتجرجر، وانت عارفني انا على شعرايا. ماشي. ايه اللي انت لابسه ده يا شريف؟ لابس لي هيكون يا شريف وبدله بترولي. معلش خلاص انسى البدله وركز معايا دلوقتي. طيب ايه؟ في ايه اللي وجعك؟ احكي لي، انا صاحبك. مفيش حد في الدنيا يعرف مشاكلك غيري. قول لي ايه اللي وجعك؟ ايه اللي دايس على مشاعرك قوي كده؟ نيلي. كنت متأكد وقلت لك 100 مرة احذر البنت دي، احذر البنت دي. انت هتستعبط انا، انت ما قلتليش حاجة، انت قلتلي مش وراها، البنت دي جامدة. طب ما هي جامدة فعلا، ما تغيرش الموضوع، ايه المشكلة؟ نيلي خانتني يا شريف. شت. خانتني، داست على مشاعري وأحاسيسي عشان توصل لغرضها الدنيء. معلش. وبعدين؟ وبعدين؟ بقول لك خانتني يا شريف، انت عارف البنت دي عملت ايه؟ دخلت على الكمبيوتر بتاعي وطلعت صور ياسمينة وفضحتنا، شيرتها للدنيا كلها. بنت مش طبيعيه يا ابني. انت عارف عملت ايه؟ ايه؟ ما بتردش عليا في التليفون، انا ما يتردش عليا في التليفون يا شريف، انا ما يتردش عليا. ما تظلمهاش. انت تعرف حاجه؟ انت في ايه؟ والدها. مال والدها؟ انت اعترف، اكيد في حاجه. بمر بظروف صعبة جدا. ايوه اعترف، انت بيمر بايه؟ قول يا شريف قول، ما تواجهنيش يا اخي. بس بقول لك ايه، ما تيجي نشرب شاي ونبطل عبط بقى في الحتة الضيقة دي، انا مش عارف اتكلم معاك. ما انت يا شريف بقى، انا بقول لك انا بشوف البدلة البترولي دي بحس ان انا حسين صدقي. ارجوك يا شريف، ارجوك ارجوك خف عليا، ارحمني يا اخي. ماشي تعالى نتكلم في المطبخ. عايز ايه تشرب ايه؟ اي حاجة بريلي لو فيه. يخرب بيت البريلي اللي انت بتشربه بقى حبيب. وتقعد بقى حبيبي. اخبارك ايه؟ ولا اسبوع يعني ما ردتش عليك. تعالى يا شريف. هو ايه يا اختي اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ بنت يا نيل حولي هاتلنا الابادار، ده مسلسل تركي حلو او انا بحب اتفرج عليه. يلا شوف يا اختي البيت. نيلي من فضلك وطي التلفزيون. يا جماعه احنا في مصيبه، عاوز اتكلم معاكم شويه عشان نشوف حل للمصيبه دي. الله ايه؟ بقول لكم احنا في مصيبه، عاوزين نقعد مع بعض نشوف حل للمصيبه دي. عرفنا ان في مصيبه بس لازم نقعد دلوقتي يعني؟ اه اوكي. الحقيقة أنا آسف اللي هقوله دلوقتي بس أنا مضطر. بصراحة المركب اللي غرقت سببت لي مشاكل كتير قوي، منها إن أنا بقيت مديون بحوالي 100 مليون جنيه ويمكن أكتر. يا لهوي 100 مليون جنيه؟ ما شاء الله أنتوا أغنياء قوي كده؟ كنا أغنياء قوي كده. إنما دلوقتي اللي حصل حصل. فأنا مضطر أبيع حاجات كتير قوي منها الفيلا اللي إحنا عايشين فيها ديت. وهنضطر نقعد في الدوبلكس بتاعت زايد واسعه وتسعه من الحبايب مليون. مستر عبد الله. ايوه. شقه زايد اول حاجه هتتباع. اه طيب احنا هنضطر نعيش في شقه الزمالك، لطيفه وبتطل على. مستر عبد الله. ايوه. شقه الزمالك بح. اه اوكي. طب احنا هنعيش في شقه المنيره برضو، كويسه والناس هناك طيبين قوي. مستر عبد الله، شقة المنيرة فنيخت. طب احنا هنعيش تحت كوبري الدقي، قريبين من وسط البلد
وضل برضه هناك عشان بس مستر منير يرتاح. اعيش فين؟ المشكله مش انك تعيش فين يا مستر عبد الله، المشكله انك بعد ما تبيع كل الاملاك اللي عندك برضه هيفضل عليك فلوس، ولو ما سددتهاش انا اسف يعني انا اسف هتتحبس. بعد الشر عليه، تف من بقك يا استاذ باتريك. لا يا سي عبد الله ما تخافش، ان شاء الله يا اخويا ما فيش حبس ولا حاجه. خد كل سكتي اهي، حتى شبكتي كمان خدها اهي برضو تفك زنقه. ده العشم برضو يا صباح، خلي شبكتك معاكي. عمو انا كمان عندي دفتر توفيفي قرشين كويسين ينفع، وفي برضو سلسله وحلقين. في ايه ماما؟ ما ينفعش. ايه ده؟ ما ينفعش لو حضرتك يعني حابب تاخدهم يعني. شاكر يا بنت، شايلك لعوزه. طيب لمؤاخذه يا جماعه، يعني في حد معاه فكة 20؟ عشان ايه؟ اصل انا والله يا عم عبد الله معايا 20 جنيه بس اهي والله، فيعني اكيد مش هتاخدها كلها، يعني خد 15 وانا 5، او اقول لك خد 10 وانا 10 عشان اكيد المواصلات برضو واحنا راجعين، فهبقى محتاج فلوس. في اقتراح لطيف برضو. اتفضل. رجع ال 20 جنيه للمحفظه. لا ما يصحش يا عم عبد الله. رجعها. طيب ربنا يكرمك يا رب. مام انا كنت طمعان في مام بليز. راجل بيكلمك. مام ماما توحشنا قوي. ايه ده انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ بابي ماي جولري نو واي. ايه الجولري ده يا سي عبد ال؟ الكلى. اه طب وبعدين يا سي عبدو هتعمل ايه يا اخويا بعد ما الكل تخلى عنك؟ ولا يهمك يا صباح، انا كنت محضر خطه بديله. انا ههرب. بكره الساعه 10 بالليل هنزل انا ونيلي وشريهان وهاني من الفيلا. ناخد العربيه ونطلع على اسكندريه، بس لازم اكون هناك قبل الساعه 1 بالليل عشان الحق المركب اللي هتطلعني على قبرص. اتفضل. رخص يا ريس. او ماي جود، ايه الزحمه دي؟ ده كمين. كمين؟ طب هنعمل ايه؟ بقول لك لفي وارجعي. احنا مش هينفع نفضل مستنيين في الطابور، هنتاخر على ميعاد المركب. طب بصوا مثلوا انكم عيانين وانا هتصرف. مين دول اللي عيانين؟ هتودينا في داهيه. مثلي، ما بتعرفيش تمثلي؟ انا كنت شاطره قوي في التمثيل في المدرسه. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ تراست مي. مش هينفع مش هينفع. اسكت. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بس اسكت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا استاذ؟ لو سمحت افتح اللجنة بسرعه، معايا حاله طارئه. حاله طارئه يعني ايه؟ معايا 2 متخلفين لازم يروحوا مستشفى المجانين دلوقتي. متخلفين؟ ما تقربش ما تقربش، هيعضوك. يعضوني يعني ايه؟ انت معاك بطاقه يالا؟ ايوه معايا بطاقه يا باشا، بس ارد على الولد بس واطلع لك البطاقه على طول. طب انزلوا لي بقى كلكم يلا. لو ما فتحتش اللجنه دلوقتي مش هيحصل لك كويس. يعني ايه مش هيحصل لي كويس؟ تعالى يا ابني نزل الناس دي كلها. لا لا لا، بقول لك ايه، انت ما تزعقليش وتكلمني بالطريقه دي، انت ما تعرفش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ أنا بقى هعرفك أنا مين وبنت مين. بابي بابي اتفضل قول له مين حضرتك. خير يا حضرة الظابط؟ في حاجة؟ بس ما أنت إزاي تفتح عليا كده؟ مش يمكن قلع؟ صباح الخير. ازيك يا سعبت؟ وحشتيني. ازيك يا عمو؟ ممكن لو سمحتي اسلم على بابايا؟ معلش سود على الغلاسه. هاي حبيبي، هاو از ات جوينج هير؟ كويس؟ ازيك؟ الحمد لله. اقعد يا حبيبي، اقعد. هسيبكم 10 دقايق تاخدوا راحتكم. اتفضل. شكرا يا عامل ايه في الحبس يا اخوي؟ تعبان قوي يا صباح، تعبان.
بابي حاول تستفيد من الاكسبيرينس اللي انت فيها. ممكن تسلي وقتك بالقرايه مثلا، اكيد في مكتبه في السجن، او ممكن تلعب رياضه تنس باسكت عشان تخس شويه. حبيبتي وانا محبوس في الصاله المغطاه؟ مفيش الحاجات دي هنا. ازاي يا بابي؟ انا بشوفهم في الافلام بره بيكون عندهم حوش وفي ملعب والمساجين بتلعب فيه باسكت. بره المساجين بيلعبوا في الحوش، انما هنا بيلعبوا في المساجين في الحوش. طب عمو جرب تعمل حاجه مختلفه، يعني اتعرف على ناس جديده مثلا. انا بالفعل اتعرفت على اصدقاء لطاف قوي، الاخ باستيلا، سيد عضه، ابراهيم زباله، ناس جميله جدا، بس هم لو زي ما تقولوا اقامت صداقات مهولين عليا كتير. بقول لك ايه يا سعادتو؟ قول يا حبيبتي. انت في حد ضايقك؟ سوري معنى؟ ضايقك يا سعادتو، ضايقك، قول ما تتكسفش، ما انا قصدي اتحبست قبل كده. And you're proud. لانه لا لا انا راجل، راجل يا صباح. حبيبتي انا بحطت ايدك تلاقيش. عمو تحب مثلا الزياره الجايه ندخلك شريطين باركينول؟ لا بمعنى اللي هي بلابيع يا عمو، الصراصير دي بتطير سنين السجن هوا، انت تضرب الفرده من دول تلاقي العمر بيجري معاك كده. شريان انت عارف حبيبتي انا ما ضربتش كيمياء من امتى؟ من امتى؟ من زمن طويل جدا، ايام الكودافين ما كان ب 15 جنيه. خلاص انا بس الحاسس في نفسي قوي ان اتحبس وافلس في نفس الوقت، ويا ترى هخرج من السجن ده ولا مش هخرج، ولو خرجت اعيش ازاي؟ مش لو كان ابوك الله يرحمه بقى ساب لكم القرشين اللي عملهم على قلبه قد كده، مش كان زمانهم دلوقتي فكوا ازمه بدل ثروته اللي مش عارفين مخبيها فين؟ المهم سيبوكم مني انا، انتوا عاملين ايه؟ عايشين ازاي؟ احنا الحمد لله كويسين، ما تشغلش بالك انت يا عم. اتكلمي عن نفسك انت يا حبيبتي. بابي احنا مش كويسين خالص، احنا ضايعين، انا بنهار. هيحجزوا على الفيلا بكره وانا اخدوا عربيتي ومعيش ولا مليم. ممكن بليز تديني 10-15 الف جنيه اتصرف بيهم بس التلات ايام دول؟ انت بتقولي ايه؟ انا معيش 13 جنيه على بعض. انت لو تعرفي انا هربت دي منهم ازاي. طب خبي اخويا لحد يشوفها خبي. خلاص يا عمو ما تقلقش، احنا كده كده هناخد نيلي تعيش معانا. اعيش معاكوا فين؟ انت اتجننتي؟ انت الطولي جننت ايه؟ امال هتعيشي فين؟ انا كوين ان، مليون الف حد في العالم يتمنى ان انا اكلمه بس مش اعيش معاه. برضو احسن روحي الكويت ان بتاعتك دي وعيشي فيها. لا حبيبتي هي كوين ان، هتعيش فين بقى ده اللي هنعرفه بعدين. بابي ما تشرحش، دول ما بيفهموش، they will never understand، دول في الكنافة. هي بتشتمني يا سعادتو؟ لا يا حبيبتي في الكنافة، احنا بنتعرف كعيلة بنحب الكنافة أو بنعشق الكنافة. اتنين كرسي، فوتيل، سكري، واحد طربيزة خشب طورية. كرسي فوتيل وسكري. مش مصدقة نفسي. يا أنسة احنا ربطنا كل الشنط فوق الميكروباص، في حاجة تانية ولا نتحرك؟ لا I think مفيش، بس تقريبا أنا ناسي حاجة. ناسي إيه تاني؟ هو احنا هنقعد طول اليوم نفك ونربط؟ أنت بتتكلم كده ليه؟ هو انت بتعمل كده شفقة منك عليا يعني؟ ما انا هديلك فلوس. فلوس ايه؟ انا تعبت من الشر والحط، ضهري اتقطم. وانا مالي؟ مش دي شغلتك؟ مش وانت صغير قلت عايز اشتغل كده؟ انا مالي؟ وبعدين ما تلخبطنيش بقى عشان مش فاكره انا ناسيه ايه. عاجبك كده؟ كنت هنسى بني ادم. سوري ماما ميمي. ودي هنربطها فوق الشبكه ولا هتركب معانا في العربيه؟ هي طبعا هتركب معانا العربيه، بس الكرسي اربطه فوق الشبكه. استنى. نعم. رايح فين؟ شلني. ايه؟ شلني يا انسه، انت عايزها اشيلها؟ طب ما تشيلها، ما هي شغلتك، شيلها. Thank you.
بتضحك حضرتك؟ And you're so happy؟ كلنا هنترمي في الشارع بسببك. ليه؟ عشان حضرتك بتستظرف وتخبي فلوسك وسايب لنا مجلة. بجد ايه الشقاوة دي؟ ربنا يسامحك. أنا مش مصدقة إن أنا مش هنام في أوضتي تاني. خلي سناخذ أجي لوحة سعيدة دي. كلا، لن أخذها. سوف نتركه هنا لوحده لأنه يستاهل. وأنت نيان، إلى أين ستذهبين؟ سوف أقوم إلى بلدي. بلدك فلبين؟ كلا، شبين دقوم. شبين كوم؟ فلتذهبي إلى الجحيم يا نيان. أنت رايحة فين يا نيل؟ ما تيجي معانا يا حبيبتي بدل يعني حوجتك للغري. ثانك يو، انا هتصرف. خلاص براحتك، بس لما تروحي تقعدي في حته ابي كلمينا طمنينا عليكي، وابقي ادينا العنوان برضو عشان نطل عليكي. ولا تطلوا ولا تل ولا حد يطل اصلا. انا مش عايزه اعرفكم تاني، انا بكرهكم وبقرف منكم. انتوا جيتوا خربتوها وقعدتوا على كمها تلها whatever. دلوقتي اللي بيربط بيني وبينكو في السجن. بليز، مش عايزه اشوف وش حد تاني فيكو ايفر. ما انا قلتلك نفسي اضربها بالشبشب وانتي اللي مش عايزه. انا مش فايقلك. ها خلاص يا خالتي سيبيها. شكرا يا بنت عمي يا محترمه. You're welcome. على طول مخنوقه، مولوده مخنوقه. الحمد لله يا خالتي ان هي ما جاتش معانا، دي كانت هتيجي وتقرفنا اكتر ما احنا متنيلين قرفانين خلقه. يلا يا خالتي نروح على بيتنا. يلا نروح على فين؟ بيتنا. بيتنا ده ايه؟ انت اتجننتي؟ عايزانا نخش الحاره كده في عز النهار؟ دول كانوا يزفوني، كان يضربوني ضرب، ما خدوش حمار في مطلع. انت نسيتي النمله اللي انا عملتها؟ دول زمانهم مستحلفين لي دلوقتي. طب احنا هنروح فين يا خالتي؟ بصي بقى، احنا نروح نتلقح على اي قهوه، اشرب حجرين معسل اروق بيهم دماغي، اقوم اعرف افكر. يخش الليل بقى والدنيا ضلمه وتبقى عتمه، نروح احنا بقى متسحبين وداخلين الحاره ومحدش يشوفنا. استوري عليا يا شريهان. ماشي يا خالتي خلاص يلا. هاي. مساء الخير يا فندم، تحت امرك. لو سمحت انا كنت عايزه حاجه صغيره اقعد فيها اسبوع. عندي يا فندم اوضه بتبص على البسين عامله 1000 جنيه في اليوم. انا مش عايزه اوضه اكيد، انا عايزه سويت ويكون في اوضتين وليفنج صغير. موجود يا فندم، عندي سويت بيبص على النيل عامل 8000 جنيه. اوكي كويس ده. تحت امرك يا فندم. حضرتك يا ترى هتدفعي فيزا ولا كاش؟ فيزا. طب استاذن حضرتك في الفيزا والبطايق. اوكي. اتفضل. لحظة واحدة يا فندم. اسف يا فندم، الفيزا دي مش شغالة. مش شغالة ازاي؟ جربها تاني. برضه مش شغاله. طب ثانيه واحده بس هكلم البنك وارجع لك. تحت امرك يا فندم. اتفضلي يا فندم. ثانك يو. يور ويلكم. ايه الهبل ده؟ يعني ايه تحجزه على كل الفلوس بتاعتي؟ بابي هو اللي غلطان وهو اللي في السجن، انا مالي؟ طب ممكن تديني كارد بسرعه؟ ضامن؟ اوكي، ضمان هدومي، شنطي، ساعتي. انا مش بكلمك على ساعه معفنه على فكره، بكلمك على رولكس. والله مش هينفع؟ اوكي بس خليكوا فاكرينها. شفتي يا ماما ميمي؟ شفتي اللي بيحصل لنا؟ انا نيلي مكاوي امشي مش معايا في شنطتي غير 27 جنيه ونص، وكمان مفيش حته بيت فيها. تعالي يا ماما ميمي ناكل في الريستورانت. هناكل ازاي؟ احنا ما معناش فلوس. انا ما معيش فلوس اكل. طب هنروح فين دلوقتي؟ انا هكلم اصحابي اشوف حد مبات عنده. الو، هاي نا
نادين. ازيك نادين؟ بصي انا كان عندي مشكله وكنت عايزه اقعد عندك اسبوع او اتنين. مش هينفع ليه؟ بتغيري الحمامات؟ لا طبعا اكيد مش هقعد في حته من غير حمام يعني. اوكي ثانك يو نادين. هاي تارا. هاي يارا. هاي ساره. هاي كلارا. غرف 60 ده هي حيوانه. شفتي الكلاب يا ماما ميمي؟ شفتي بيعملوا فيا انا ايه؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا عطشانه وجعانه. ماما ميمي انت شربتي كوبايتي؟ انت مش سامعاني بقول ان انا عطشانه وجعانه؟ ها؟ ما تعمليليش فيس الغلبانه ده. حرام عليكي يعني بجد، انا كنت نفسي اشرب قوي. يا لو سمحت ممكن تجيب لنا اتنين ويلكم درينك تاني؟ خليهم تلاتة. بقول لك ايه؟ خليهم خمسة وهظبطك. هو ده اللي نيجي في نص الليل عشان ما يتسيحلناش؟ ده المنطقة كلها في الشارع. وانا ايش قدراني ان النهاردة في فرح؟ كنت مغسلة وضمنا جاتنا، وبعدين ازاي ما يعزموناش؟ ايه الوتو ده؟ يعزمونا ده ايه يا خالتي؟ ده انتي لعنتي سلسفين اللي جابوهم قبل ما نمشي. وهو انا كنت اعرف ان انا هرجع المخروبة دي تاني قطعت. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ دول هيزفونا. ولا هيزفونا ولا حاجة، احنا نتسبسب سبسبة كده من غير ما حد ياخد باله، ونمشي يمين كده نخش في الحارة الضيقة، نروح داخلين على البيت من الشمال من غير ما حد ياخد باله، ولا من شاف ولا من دي. يلا بس يلا بينا كده. وقف المزيكا وهدي اللعب، ريح الشبح، ريح ريح الكل يستريح. تحية سبيشال للناس اللي داخلة علينا، الناس اللي دخلتهم نورت الحارة تما، حبيبة قلبي خالتي وخالتي الحارة صباح، وعروستي شوشو، بحبك يا شرهان حب على مر الزمان. فضحنا ابن المتخلفة. اوف سيبلي انا بقى التحية دي. تحية مني للست صباح المحترمة اللي لسانها بينقط سكر، والبنت اختها شريهان بنت الحسب والنسب، الناس اللي لما بتقدر ما بتعفيش. وسبحان الله يمهل ولا يهمل، هم رجعوا لنا تاني زي القرش الماسح. وقال ايه؟ داخلين يسحبوا زي الحراميه. يا ام فاتن لا ما يصحش كده. مبروك يا ام فاتن، مبروك يا حبيبتي عقبال البكاري. ده انا اول ما سمعت قلت لا، ده انا لازم اجي ابارك وهني. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. جرى ايه يا خالتي؟ انت هتسكتي لهم ولا ايه؟ ما هو لساني مش قادر يتكلم بعد اللي عملته، بس اصبري عليا، كلها يومين ثلاثه اتمكن منهم وبعدين ارجع اضربهم بالجزمه زي زمان. لا يا حبيبتي، انت لا جايه لا تهني ولا تباركي، انت جايه بعد جوزك الحرامي ما اتحبس وما شاء الله وشك كان وش سعده عليه. يا بنت الكلب، سيبيني انا الطلعه دي يا خالتي. هتعملي ايه يا شريهان؟ هنقط العروسه. ما بلاش. الف 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 مبروك يا ام فاتن، انا جايه ابارك واهني للست ام فاتن جارتنا وحبيبتنا اللي ما بيطلعش من بقها الغلط، حتى لما كانت خالتي صباح بتمسح بيها بلاط الشارع ما كانتش بتقول بيم. وجايه ابارك واهني لاختي
وحبيبتي فاتن، ألف مبروك يا عروسة، أخيراً اتجوزتي مجدي؟ إيه ده؟ ده مش مجدي، ده مين ده يا بيت؟ ده حسن؟ ولا علي؟ ولا عبد الله؟ ولا شعبان؟ ده شكله جديد يا بيت. هو ده اللي هيحاسب على المشاريب؟ طب ليلتكوا زي الفل، وألف ألف مبروك للعروسين. مين مجدي ده يا بت؟ ده اخويا في الرضاعة، انت جايب وزي ليلتي؟ ولا رصتهم دول كمان؟ اخواتك في الرضاعة؟ ليه ان شاء الله؟ متجوز بنت تعمى ملك؟ بتخوريني يا فجرة؟ ايه ده ايه ده، انت بتضرب اخت خناجر؟ ليلتك سودا. الحمد لله على كل حاجه، كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس برضو يا شريان انا صعبان عليا نفسي. فين يا حبيبتي ايام العز اللي احنا كنا عايشين فيها؟ تلحقتي يا خالتي، ده هم 3 ايام برضو يا شريان استمتعنا. تكفايه يا اختي البسين. ايه ده، مين الغلس اللي جاي يخبط علينا في وقت متاخر كده؟ يكونش البوليس يا خالتي بعد الخناقه اللي عملناها في الفرح؟ يا بنت تف من بقك، البوليس جه من زمان ولما كل اللي في الفرح نفر نفر. طب تفتكري مين بقى اللي هيبقى جاي لنا دلوقتي؟ تفتكري بقى نقعد نتسهر انا وانتي ونتوشوش كده ونتونس؟ ما تقومي يا بنت تفزي تفتحي الباب. ماشي. هاي، ازيكم عاملين ايه؟ هاي صباح، ازيك، وحشتيني قوي. ده انا؟ ايوه، انا قعدت كتير قوي عشان اوصل لكم هنا، بس الحمد لله لقيت العنوان على جوجل ماب. وانت ايه اللي جابك يا سنيورة؟ مش قلتي مش عايزه تشوفي وشنا؟ انا مش جاي اشوف وشك انت، انا جاي اشوف وش صباح. هو مش ده بيتك ولا بيتها؟ لا يا حبيبتي، ده بيتي انا وخالتي قاعده معايا عشان ما تسيبنيش لوحدي. ماشي، ما تختشي بقى يا بنت يا شريهات، اسكتي خالص. ومالو يا حبيبتي، بيتك ومطرحك. اهلا وسهلا، نورتي. ده بيتكم مش كده؟ جميل. ودي السفره؟ دي السفره، ودي قط القعاد. يعني ايه قط القعاد؟ الليفنج. اوكي، الليفنج اخرها كي. بقولك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص، ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس كمان. توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده، فانا قلت يعني اجي اقعد عندكم يوم ولا يومين. طبعا يا حبيبتي، اهلا وسهلا، تنوري، اعتبريه زي بيتك بالظبط. ميرسي، ثانك يو. ادخلوا ادخلوا. مين دول اللي يدخلوا؟ ايه ده، هو في ايه ده كله؟ انا عايزه اقولك ان انا سايبه قد دول مرتين عند واحده صاحبتي، بس جايبه معايا بس الحاجات المهمه. احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوه هنا في اوضه شريهان. شريهان ايه يا خالتي؟ استنى يا عم انت. شريهان ايه يا خالتي؟ ما تحطيها في اوضتك انت ما دام انت بتضيفيها قوي كده. انا مالي يا بنت، ما تكسفينيش، ما انت عارفه ان انا بشخر وانا نايمه، وبعدين البت كيوته ومش هتستحمل. طب وايه يعني؟ ما انا بشخر وانا نايمه وانا صاحيه على فكره، وهزعج الكيوته. عشان كده يا حلوه انت هتنامي على الكنبه، اصل مش معقوله حنيم الحلوه بنت الاصول دي على الكنبه. اختشي بقى يا شريهان. انتوا مش سامعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في اوضه شريهان، الاوضه اللي شاورت لكم عليها دي. انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسيه حاجه. كل ده يا اختي وناسيه حاجه؟ لا مش شنط، انا ناسيه حاجه تانيه. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتك؟ شفتي، كنت هنسى ماما ميمي. ابلا ميمي، اهلا وسهلا، نورتي يا ابلا ميمي. دخلها في اوضه شريهان. ماما ميمي. ماما ميمي. ماما ميمي.
تنزحي شوية كده بس عشان أعرف أنام؟ ماما ميمي عندك سبيس، ممكن تروحي هناك. مصدقة انتوا ازاي عايشين من غير برايفسي كده خالص؟ انتوا كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي؟ قصدك مين؟ قصدك عم محمد سياحة وعياله؟ ده هم كده لابسين، ده تلاقيهم خارجين اصلا. شيريهان انت عاملة ايه في شعرك؟ ليه مكتفة شعرك كده؟ مكتفة؟ يا جهلة دي طاقية. طاقية؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت ما هو ده شعري اساسا، ما عشان انت مش فاهمة حاجة، انت وانت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديكي الويفي، فاهمين؟ بس انت شعرك اساسا مقزعر مش هينفع مع الطاقيه. تعالي تعالي كل ده البصاره طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المزلز ده. انت حره، اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله مع انه طفح. شيريهان انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه تانية، يعني لو عندكم مثلا بانكيكس، بينت باتر، سيريالز. طيب في ايه بيجي هنا دليفري؟ انت عايزه دليفري؟ في فطائر المدينه المنوره، حلو. في عبغاني 3M، ده بتاع سندوتشات، بيعمل بانيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبده ومخ العنتيل، بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزه الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العاديه، معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي دول كانوا بيجوا، بس خلاص بقى من ساعة ما الطيارين كل واحد فينا لما بيدخل الحتة بيثبت، يا إما موتوسيكل بيثبت، يا إما هو بيثبت، يا إما صندوق بيثبت، فقطع رجليهم من هنا ومبقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا، في بيتزا هانش حلوة قوي، دي يمكن أحلى كمان من بيتزا هات. لا أنا مش عايزة هانش، أنا مش عايزة حاجة.
ليه يا ربي كده؟ هو أنا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي يعني ليه معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجة من اللي معاكي جوه دول، ساعة، نظارة، جزمة، شنطة، تجيبي أكبر من الشقة دي. كويس إنك فتحتي الموضوع ده يا شريهان. بصي حبيبتي، أنا حاجتي دي هي أغلى حاجة في حياتي، أغلى إيفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزة أقولك خلي بالك قوي، أنا حافظة حاجتي كلها بيس بيس وعارفاهم كويس جدا، يعني في يوم من الأيام لو لقيت أي حاجة منهم ناقصة من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، جولري بتاعتي، أي حاجة، أنا هقطم صفارة رقبتك. وعلى فكرة أنا عمري ما هبيعهم لأن مش هينفع حد يلبسهم بعدي. أنا ممكن أولع فيهم بس محدش يلبسهم. طب أقولك حاجة، أنا وصيتي لما موت الحاجات دي تدفن معايا زي أجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكرة حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان أنا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. أقولك على حاجة، شبشبي ده يدفن معايا عادي. جهلة. أيوة سيف، إزايك؟ الحمد لله. أنت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز أطمن عليك. ثانك يو سيف والله، معلش أنا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما أقابلك. إيه ده، هو إحنا ممكن نتقابل؟ آه طبعاً ينفع نتقابل. الحلاوة دي مرضة طلعت. ينفع نتقابل، ما نتقابلش ليه؟ وممكن نتغدى كمان، ولا أنت مش عايز تعزمني بقى؟ لا إزاي طبعاً. طب شوفي نتقابل على الساعة 2 كده. أصلاً عربيتي بايظة فمش عارفة أتحرك. تحب أعد عليكي فين؟ أعد عليكي في البيت؟ لا 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 بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين لأن أنا هيكون عندي ميتينج مع كلاينت عند بابي في الشركة لأن بابي مسافر. طيب أوكي أوكي، هقرب المهندسين وهكلمك. أوكي باي. باي باي. انت بتعمل ايه يا ابن الصرمه؟ انت وهو خش على جوه، خش. مجنونه يا قوطه. في حاجة؟ هاي هاي. باي باي. انا مش مصدقه انتوا ازاي عايشين من غير برايفسي كده خالص. انتوا كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي. قصدك مين؟ قصدك عم محمد سياحة وعياله؟ ده هم كده لابسين، ده تلاقيهم خارجين اصلا. شيريهان انت عامله ايه في شعرك؟ ليه مكتفه شعرك كده؟ مكتفاه؟ يا جهله، دي طاقيه. طاقيه؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت، ما هو ده شعري اساسا، ما عشان انت مش فاهمه حاجه. انت وانت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديكي الويفي، فاهماني؟ بس انت شعرك اساسا مقزعر مش هينفع مع الطاقيه. تعالي تعالي، كل ده بصراحه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المزلز ده. انت حره، اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله معنه طفح. شيريهان انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه تانية، يعني لو عندكم مثلا pancakes, peanut butter, cereals. طيب في ايه بيجي هنا delivery؟ انت عايز delivery؟ في فطائر المدينة المنورة، حلو. في عبغاني سي ام، ده بتاع سندوتشات، بيعمل بانيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبدة ومخ العنتيل، بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزة الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العادية
معك بيتزا كده يعني. اوه انت تقصدي دول؟ كانوا بيجوا بس خلاص بقى من ساعة ما الطيارين كل واحد فينا لما بيدخل الحتة بيثبت، يا اما الموتوسيكل بيثبت، يا اما هو بيثبت، يا اما صندوق بيثبت، فقطع رجليهم من هنا ومبقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا في بيتزا هانش حلوة قوي، دي يمكن احلى كمان من بيتزا هات. لا انا مش عايزة هانش، انا مش عايزة حاجة. ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي يعني ليه معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجة من اللي معاكي جوه دول، ساعة، نظارة، جزمة، شنطة، تجيبي أكبر من الشقة دي. كويس إنك فتحتي الموضوع ده يا شريهان. بصي حبيبتي، أنا حاجتي دي هي أغلى حاجة في حياتي، أغلى إيفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزة أقولك خلي بالك قوي، أنا حافظة حاجتي كلها بيس بيس وعارفاهم كويس جدا، يعني في يوم من الأيام لو لقيت أي حاجة منهم ناقصة من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، جولوري بتاعتي، أي حاجة أنا هقطم صفارة رقبتك. وعلى فكرة أنا عمري ما هبيعهم لأن مش هينفع حد يلبسهم بعدي، أنا ممكن أولع فيهم بس ما حدش يلبسهم. طب أقولك حاجة، أنا وصيتي لما موت الحاجات دي تدفن معايا زي أجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكرة حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان أنا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. أقولك على حاجة، شبشبي ده يدفن معايا عادي. جهلة. أيوة سيف، إزايك؟ الحمد لله. أنت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز أطمن عليك. ثانك يو سيف والله، معلش انا كان عندي حوارات كده، هبحكي لك لما قابلك. ايه ده، واحنا ممكن نتقابل؟ اه طبعا ينفع نتقابل. الحيوة دي بوزة طلعت. ينفع نتقابل؟ ما نتقابلش ليه، وممكن نتغدى كمان، ولا انت مش عايز تعزمني بقى؟ لا ازاي طبعا. طب شوفي نتقابل على الساعة 2 كده، اصل انا عربيتي بايظة فمش عارفة اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا 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 بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه لان بابي مسافر. طيب اوكي اوكي، هقرب المهندسين وهكلمك. اوكي باي. باي باي. بتعمل ايه يا ابن السرمنت؟ اهو خش على جوه، خش. لا والله يا بنتي، شغلانتك خدتها واحده تانية، وللاسف احنا مش محتاجين دلوقتي اي كاشير. طب مش شرط كاشير، انا ممكن اعمل اي حاجه، اقطع عيش، اعبي سندوتشات، اخرط بصل، اي حاجه. على عيني والله يا شريهان، لكن كل الوظائف اتسكنت. طيب بصي، احنا محتاجين حد في الحمامات، تيجي؟ لا يا استاذ عبد العظيم، حضرتك فهمتني غلط، انا خريجة اعلام ما مسحش حمامات. ما انت كنت لسه دلوقتي هتخرطي بصل. لا تفرق، ده شغل سياحة وفنادق. على العموم شكرا. امسكي. لا ماليش نفس. بس بقى شو شفكيها بقى. افك ايه بس، ده احنا عمالين نلف من الصبح، ده ما فيش شغلانه فاضيه. انا تعبت والله العظيم، مش عارفه اعمل ايه. بيني هاخد الشغلانه بتاعت الشبراوي دي. اتجننتي؟ عايزه تقفي في الحمامات تنضفيها؟ طب قولي اعمل ايه بس يا هاني. متلاقيش انا هتصرف، اكلم لك جماعه اصحابي شغالين في كنتاكي، هتروحي تمسكي الحمامات هناك. هي هي الشغلانه، بس معلش يا ماما دي برضو شركه مالتي ناشونال وبيعملوا خلطات بالوجبه السريه، فانت بقى وشطارتك يعني تعرفي السر بتاع الخلطات دي. ده وقت هزار يا هاني، انا مش عارفه بس انا بيحصل فيا كل ده ليه، الدنيا بتعاملني زي ما كنت ضرتها. لا واحنا لسه ورانا اقساط وفلوس وجمعيه وهم، يعني لو عدى عليا الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيبه. ما خلاص بقى يا بنتي، كفايه كآبه. ايه ده؟ بعدين انت مش قلت لي جدكم شايل لكم فلوس ياما؟ لا قلت لك مخبي فلوسه مش شايلها لنا. طب ما تدوروا عليها، ايه الكسل ده؟ لا الكلام ده فات اوانه خلاص، ده حوار اتردم عليه من زمان. جدي الله يسامحه خبى الفلوس وساب لنا مكانها مجله ميكي، والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف. أكيد بيستظرف، إيه مجلة ميكي دي؟ ما تقلقيش، إن شاء الله محلولة. على قولك، مفيش حد بيبات من غير عشاء. هات السفندية دي آكلها أديها بيها أعصابي. هات. مفيش إلا فص. ف...
قفصت انت قلتها كلها يا معفن. انا يا بنت مش قلت لك خد حته وانت قعدت تقول لها مش عايز. انت معفن يا كنت شيلي نفسي دلوقتي عايزه. خلاص بتتغندري ليه؟ طب يلا يلا اتنيل لك هات لنا وكده جاي تجيب واحده يلا روح هات. اجيب كيلو يعني ولا ايه؟ هات اي حاجه يلا. هاتي فضة. معيش. طب ولا اعمل ايه يا فضة؟ ما تفك فك يا ما معيش. معايا 200 جنيه اكيد مش هتلاقي معايا. يلا. ده هتلاقي معايا فضة. انا تعبانة والله وتعبانة ولو لما بجوع بزعل اكتر. طب خلاص مش مش. بقول لك ايه؟ اقعدي اتكلمي مع الراجل كده ليه عقبال لما انا الف من ورا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده هتفضحنا؟ استنى استنى. يا حاج يا حاج الله يكرمك يا حاج ما تجيب سفندياية. طب اقول لك على حاجة بتشغلني معاك. طب تجيب سفندياية وتشغلني معاك؟ بس ما بس والله شكلك لطيف. بس يا حاج بس يا حاج ايه اللي خليتنا نشحت؟ ايه ده؟ ايه ده؟ والله متشكرين والله يعني. انا حاسة ان انا بقالي قرن ما جيتش النادي. انت مش فاهم انا مشغولة ازاي؟ بعمل كمية مليون حاجات شنيعة. انا من ساعة ما بابي سافر سويسرا. سويسرا؟ ايوه. انا اللي بمانج كل حاجته المكتب البيت الشغل بس بس بقى بس ايه بس ما بتعمليش حاجه تانية؟ مش عايزه ادوشك معايا طبعا بعمل حاجات كتير. خلفنا ليه ها خلفنا ليه سو What the hell are you doing? إيه القرف اللي أنت عامله؟ Nelly, I missed you. It's not me, that's her. Jessie, look how sweet she is. صح؟ طبعاً. دي نيلي دي أختي وحبيبتي. كان لازم أقف جنبها في زنقتها. بس الظاهر بقى إن مفيش حد بيحبها خالص. يعني إحنا لمينا ما يجيبش 100 جنيه لغاية دلوقتي. نيلي صحيح. كان بابي عايز يروح يزور باباكي ويجيب له شوية حاجات كده. بقولي لي مواعيد الزيارة. جيسي؟ أنا عايزة أقولك حاجة واحدة بس. نيلي بالإي مش بالآي. نيلي نيلي قفلت كل السكك فجأة في وشوشنا كل اللي ليك ضاع من ايديك وصدقوا اللي قالوا يا ما عشنا ويا ما شفنا ما هي دنيا يوم لك يوم عليك آه لما قربنا عليها وديها كده لونها باهت دنيتنا فجأة تبدلت ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما ما تزوقيني يا ماما أوام يا ماما ده عريسي هياخدني بالسلامة يا ماما لا إله إلا الله هو البيت كان ناقص عهات آه الله يا حاجة سنكافولا نسيتي المجلة بتاعتك آه الورس اللي سابهولنا أجدادنا العظماء مش اي لازمة الوزة والبطة شفتي اللي بيحصل لنا يا ماما ميمي احنا اتبهدلنا قوي انا شكلي بقى وحش قوي قدام سيف يا ترى بيقول عليا ايه دلوقتي ماما ميمي انا امبارح اتفضحت في النادي فضيحه بجماجم بجلاجل
جلاجل؟ ايه جلاجل؟ وبعدين الجماجم بتخوف اكتر بكتير. قولي لي يا ماما ميمي، عايزه تسيبي شعرك كيرلي ناتشرال كده ولا اعملك بريد؟ لا اعملي لي بن. نيلي نيلي الحقي يا نيلي، انا لقيت رساله في المجله اللي سايبها لنا جده بيقول فيها هنوصل للفلوس ازاي. ايه يا حاج مالك؟ حقي يا نيلي، حقي يا نيلي، ايه هو ايه؟ خلاص يا ماما ميمي، هو انا خطفتك من هنا؟ خلاص يا ماما ميمي. ما تزعليش يا ماما ميمي، I'm very sorry. من فضلك اهدي بقى شويه عشان نفهم الموضوع ونروح بيتنا. وانتي بليز انجزي عشان هي مش هينفع تفضل كده كتير. طب اعمل لها ايه؟ ما هي اللي ما كانتش راضيه ولا تسيب المجله ولا تسيب رقبتي. ما تسيبي لها المجله يا شريهان، الست ما فيهاش نفس، لا يجرى لها حاجه يا حبيبتي يحسبوها علينا بني ادمه ونخش فيها السجن. ابوس ايدك يا خالتي. اسيب لها المجله ازاي؟ بقول لك جدنا سايب لنا رساله بيقول لنا هنلاقي الثروه فين. انت هبله يا بنتي، ثروه ايه اللي هنلاقيها بعد كل السنين دي؟ هو انتوا مش قلتوا ان جده فلوسه اختفت وساب لكم المجله دي؟ ايوه. وعمو عبد الله قال ان اخر حاجه جده قالها قبل ما يموت ان الثروه في لغز ميكي. ايه اوكي. ومين بقى يا تيزا اللي كان بيألف الكلمات المتقاطعه دي؟ مش هو؟ انا بقى حليت الكلمات المتقاطعه دي وفهمت منها كده ان هو تقريبا سايب لنا فيها رساله. رساله ايه وثروه ايه اللي في الكلمات المتقطعه دي؟ اهو اسمعي عشان تصدقيني. الى من يقرا الرساله، اذا اردت الوصول للثروه الحل لغز ميكي. ده كلام جنرال قوي، هو اصلا مش عارف هو بيكلم مين. طب هو كان عارف يعني مين اللي هيحل الكلمات المتقاطعه؟ بس انا مش فاهمه يعني ايه الحل اللغز ميكي؟ مش المجله كلها لغز ميكي؟ يا بنت لغز ميكي يا بنت اللي بيبقى في اول صفحه اهو. مش فاهمه برضو بيقول ايه يعني. وانا ما اعرفش، انا كمان انتوا فاكرني يعني فكوكه قوي، ما انا بقالي ساعه مش فاهمه حاجه. ولو قعدتي ست سنين مش هتفهمي حاجه، ما تقولي لنا احنا يمكن نفهم. لا والله. طب اسمعي يا خالتي، اللغز بيتكلم عن سرقه خزنه في مكتب راجل اسمه الضمنهوري، والمحقق ميكي بيعرف اللي سرق من رقم الخزنه اللي لقاه في جيب الحرامي. حد فاهم حاجه؟ التشاش يعني. طب ما نفك ماما ميمي، هي تفهمنا يا اختي. نفكها نعمل بيها ايه؟ ما المجله معاها بقالها سنين، لو كانت عرفت كانت حلتها، كان القرد نفع نفسه. القرد برضو وات ايفر. على فكره اللي بتتكلموا عنها دي جدتي، يعني لو ما احترمتوش نفسكم انا هسيبها عليكم. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، احنا نروح لسي عبد الله يمكن يعرف يحلها. مع انك ست بيئه وويرد جدا بالنسبه لي وبكرهك، بس جود ايديا. من الهارت للهارت رسول يا حبيبتي. ثانك يو. نفك ماما ميمي بقى لو سمحت. لا استني قبل ما نفك ماما ميمي دي، بقول لك ايه يا حاجه، انا هفكك بس عارفه لو عضتيني. She's very innocent. حرام عليك. طيوبة قوي ماما ميمي دي، طيوبة. بصي بلسم. لا العظيم هي بس لو تبطل حركاتها دي الغريبة كده اللي هي هي ساعات بتبقى قاعدة. لا لا أنا متشكرة قوي يا سيف إن أنت رضيت تيجي معانا المشوار ده. أنا عارفة إن أنا بتعبك معايا، بس ما كانش عندي حد غيرك أكلمه. كان نزومه ايه بس تتعبيه معانا؟ ما كنا خدنا ميكروباص. بليز بليز ما تجيبليش سيره الشيء ده تاني ايفر. ده كان اسوا يوم في حياتي. انا مش هحكي لك كل اللي حصل، هقول لك موقف واحد بس صغير. كان في ست قاعده جنبي بترضع ابنها مش من الببرونه. طب وايه المشكله؟ ما عنديش مشكله بالهنا والشفا، بس ليه لما الطفل يخلص الرضعه يشقطها كلها عليا؟ قشط اسمها الطفل قشط، انما يشقط دي هناك في عباس العقاد. يا جماعه انا كده كده ما عنديش اي حاجه، وبعدين يا نيلي انت تأمري. طب بقول لك ايه يا برنس، هو الكاسيت مش شغال ولا ايه؟ شغال. طب ايه بيشغل، شرايط ولا اسطوانات؟ لا في اي او اكس، خده وشغل اللي انت عايزه. لا لا مالناش في الاجنبي يا ابن عمي، شغل لنا كده حاجه شعبي جميله. اسمعي يا شوشو، اديني رمضان.
اه حلو، واديني انا كمان رمضان. وحشتوني قوي قوي، انتوا عارفين من كتر قعدتي في السجن اكتشفت ان احنا قوتنا في لمتنا. انتوا وحشتوني قوي، انا كنت متاكد انكم مش هتغيبوا عني اكتر من كده، وانكم تيجوا تزوروني على طول. بس احنا عايزينك في موضوع تاني خالص. والله خير؟ احنا عرفنا ازاي هنوصل للثروه بتاعت جده. ثروه الداد ازاي؟ هاو، فاكر المجله اللي سابها جده اللي ماما ميمي ماسكاها طول الوقت؟ ايوه مالها. لقينا فيها مسج من جده بيقول لنا ازاي هنوصل للفلوس. مسج في المجله ازاي؟ هاو؟ ما هو انا حليت الكلمات المتقاطعه ولقيت فيها رساله بيقول فيها ان الثروه في لغز ميكي. حاولنا بقى نقرا اللغز وما فهمناش حاجه. ايوه هو اللغز بيبقى صعب شويه، بس انتوا فاتتكم حاجه، الحل بيبقى المقلوب دايما. ايوه ما احنا حلينا بالمقلوب وما فهمناش حاجه برضو. طب هو اللغز كان بيقول ايه بالظبط؟ ثانيه واحده اتفضل. ايه ده؟ انتوا جبتوا المجله دي ازاي من ماما ميمي؟ ازاي هاو؟ ما هي خالتي حطت لها حبيتين اباتريل في الشاي كومها. اه مش ممكن بندو ده، انا متربي على بندو. سيبك من بندو وخليك مع ميكي، عرفت تحل اللغز؟ بس هو المساله صعبه، بس يمكن. يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه. ايه علاقه الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاع جده كان في عماره اسمها عماره الدمنهوري نسبه لصاحبها، حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري. طيب يبقى الحل في المرسم ده، نوصل احنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد، بس مش هينفع تروحوا من غير بندق، لان بندق هو اللي معاه المفاتيح. مش وقت استظراف خالص يا عمو، انجز. بندق ايه يا بنتي؟ انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد. بابي لخص، مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بنداري، وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره، الراجل ده هو اللي مربينا، جده ما كانش بياخده خطوه من غيره. بنداري يبقى بندق، وبندق يبقى هو بنداري. طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطه قوي، انا معايا عنوانه. سبحان الله، يعني الحوار ده طلع بجد؟ شكله كده. يعني جدك كان يقصد حاجه باللغز عشان يلاقي الكنز. بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده. ميرسي قوي يا جماعه انكم جيتوا معانا. تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ ننزل ده ايه، احنا جايين معاكي عند عم بندق. جايين معانا ليه؟ عشان انا ليا في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالظبط. انت اكيد مش في وعيك بقى. ليه يا حبيبتي، هو مش جدي زي ما هو جدك؟ ايوه بس هو ساب لنا احنا المجله وساب لنا احنا الفلوس. بقول لك ايه يا بتنتي، الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله. هو لو كان عايز يسيب لكم فلوس كان يسيب لكم انتوا كمان مجله. انت شكلك نصابه يا بنت، انت عايزه تاكلي حقي. حقك ايه يا متخلفه انت؟ حقي يا حبيبتي بالشرع والقانون. تعالي نطلع على الاسم وعرفك يعني ايه حقي. انت فكرني هفايه ولا ايه؟ ده انا اكلك صحي يا كده. لا انت شكلك بقى قلت الادب وعايزه تتضرب. مين اللي قلت الادب يا بنت؟ لا لا انا ممكن اضرب. انا اللي ممكن بس من شعرك. بس مش عارف اسوق، بتوتر وانا سايق. طب ما تجيب اسوق انا شويه يا اخي. ما تلمسنيش ومحدش يسوق عربيتي غيري. الجو ده خلاص يا جماعه خلاص. انا اصلا دلوقتي بفكر مع نفسي موضوع اللغز والمجله وبندق وبنداري اي كلام فاكس يعني. صدقي فعلا فاكس، ده حوار عبيط اساسا واحنا مش فاضيين للكلام ده. بالظبط. هيا قولوا لي بقى، تحبوا تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ هنا فين يا ست الكل؟ هنا منطقه مقطوعه، ولا في اتوبيس ولا ميكروباص ولا توك توك حتى. هننزل هنا وناخد تاكسي عشان نطلع على مشوارنا احنا يا هاني. تاكسي يا بنت انت اتجننتي؟ بعدين مشوار ايه اصلا؟ مشوارنا يا هاني اللي في التحرير. طيب خليكم، انا كده كده هعدي على التحرير، ابقى انزلكم هناك بالمره. احنا مش رايحين التحرير يا سيف، احنا رايحين اكتوبر. اكتوبر اشمعنى؟ مش احنا قلنا هنعدي على شريف وسوء عشان نروح السينما؟ ايه ده، هو شريف رجع من البلد؟ الباشا من شويه قال ان هو رايح التحرير. مفيش مشاكل، روح التحرير ونزلنا مهمشه ناخد اي حاجه من هناك. هشهشت، احنا مش رايحين الاميكن دي. خلاص نزلنا المؤسسه وناخد ميكروباص وامرنا لله. انت ليه بتصعبها؟ امال هننزل هنا فين يعني؟ بقول لك ايه، نزلنا المؤسسه. يا اخي ما تلمسنيش، قلت لك. وبعدين انا ما عنديش مانع انزلك المؤسسه، لكن انزلك مؤسسه ايه؟ مؤسسه مصر الخير، مؤسسه الوفاء والامل، انا مش عارف. مؤسسه مؤسسه يا هاني، ما احنا هنركب تاكسي. قلنا اللي تاكسي تاكسي هتدفع انت. هدفع يا معفن. يلا سلام عليكم. يلا استني، اديني المجله. الله، انت مش قلتي مش فارقه معاكي المجله؟ المجله بتاعت ماما ميمي اصلا. طيب ما احنا هنخلص على طول وهنيجي. مش انتوا لسه هتخشوا السينما؟ مش داخلين السينما؟ ايوه داخلين السينما. طب خلاص، يبقى سلام عليكم والنبي على جنب بقى يا عريس. شكرا. يلا سلام عليكم.
كنا رحنا معاهم السيما. اسكن بقى، انا عمال اغمزك وانت مش فاهم حاجه. حدائق القبه يا اسطى؟ حدائق؟ انت مش رايحه التحرير؟ هصاحبك بعدين، يلا اركب. يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه كنز؟ ما تبقاش اوفر يا سيف، كنز ايه دي؟ فلوس عادي. خلاص اول ما الراجل يطلع نمسكه ونكتفه ونقوم ضاربينه واخدين الفلوس. لا هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم. اسكت بقى. اصل انا جاي عندي طاقه كده ومتحمس ان انا اكتف حد. طب خلينا نعرف ده البيت ولا لو سمحت. ده بيت عم سنجاري. سنجاري ايه؟ ده بيت عم رده مقفول واحنا جايين قدوره. لو سمحت ده بيت بنداري. عم بنداري ساكن في اول دور تحت. اه شكرا. ريحته قلب الدنيا يا عم سنجاري. هاي انكل بندق. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنتي. حضرتك مش هتعرفني، انا نيلي عبد الله مكاوي. اهلا نيلي. مش معقوله انت كبرتي قوي يا حبيبتي. اتفضلوا اتفضلوا يا اولاد. ولا يعني شكلنا جينا في وقت مش مناسب. اصل طالما الراجل شعره بقى رزي ولبس الروب ده يعرف ان جوه في شقه لباظات. ولا ليه؟ اتفضلوا تعال تعالوا اتفضلوا يلا. ايه ده؟ هيخلينا نتفرج؟ شرفتونا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا انكل عم بندق؟ لا ارجوكي ما تعليش صوتك عشان هنا انا عايش لوحدي. مش قلت لك الراجل ده بتاع شقلباظات؟ والله والله انا كان نفسي ان انا اجي ازورك خصوصا بعد اللي حصل لبابا ده، عشان كنت اطمن عليكي وعلى ماما ميمي وعلى شريان. بص بقى يا انكل عم بندق، انا مش عايزه اي بني ادم يعرف ان انا جيت لحضرتك هنا، بالذات اللي اسمها شريهان دي. خلاص يا بنتي خلاص خلاص، اعتبر سيرك ده في بير. طب ده جدك الله يرحمه كان بيعتبرني انا بير اسراره، صندوق الاسود اللي بيتحط فيه كل الاسرار بتاعته. الحمد لله بعد ما مات مفيش سر منهم، لا طلع قبل ما يموت ولا بعد ما يموت. كويس قوي. طب يعني لو مؤاخذة يعني ايه اللي فكركم بيا كده كلكم مره واحده؟ كلنا مين؟ هو انا اقصد يعني انت وخطيبي ده صح؟ هو مش ده خطيبك؟ اه خطيبه طبعا. لا ده مش خطيبي خالص، ده واحد صاحبي عادي. بتقول كده عشان حسد. لو سمحت يا انكل عم بندق، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. كنت عايزاك توديني المرسم بتاع جدو اللي في وسط البلد، نفتحه اخد منه حاجه بس ونقفله تاني ونكفي على الخبر. خبور بجور whatever. خلاص خلاص خبور وبور مجور ايه اللي انت عاوزينه. وقت ما انت تكوني عاوزه تعملي كده قولي لي بس وانا اجهز نفسي وافتح لك المرسم. عايزه كده دلوقتي حالا. دلوقتي ما دلوقتي ما ينفعش. مش هينفع عليا خلبوس. عم بندق حبيبي. يا عم بندق. عم بندق هو الحمام شريهان نيلي. عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجه كنت اتخيلها. شريهان وعم بندق. لا احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت الاسم مكان الدبدوب. ولا لمي نفسك، انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابه دي موجوده هنا؟ لا 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 لا، ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابه دي قالت لي برضو ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلبة دي يا حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلبة دي اللي موجودة من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احتمي نفسك يا بنت انتي. سحلوبي رد عليها. لمي نفسك يا بنت انتي. الله 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 الله، في ايه ده؟ ازاي تكلمها كده يا دبدوب؟ لمي نفسك يا استاذ عيد. طب عن اذنك كده؟ يا سحلبة يا سحلبة يا سحلبة. الله 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 الله. طب اقول لك على حاجة، السحلبة دي تبقى امي. لا 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 مش كده. مش صح يا بنتي. في ايه؟ عم بندق عم بندق حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بضحته بالزهريه؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز قولي فازة حتى، انما ما تقوليش انا كده في وشي زهريه. برضك انت اللي بضحتيه بالفيز. انا كنت عايزه اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي. ما كنتش عارفه اصلا، كده كده ما كنتش عارفه اخبطك بالقوقعه اللي على دماغك دي. قوقعه دبوني. بس بقى انت وهي خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندق عم بندق الراجل بيصوصو يا جماعه. طب صوصو له في ودنه يمكن ينطق. شيو 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 شيو. انت ايه اللي جابك هنا؟
جاي معايا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي. برضو هتقولي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجلة معايا. عايزة تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزة انت حرة. هي كده يعني؟ اوكي. بسم الله الحمد لله بيفوق اهو يا جماعة. بس كلب وراح، كلب وراح. خير الله خير الله. جبت العيش اللي لازم حطته في التلاجة عشان التشقيق. جبنا العيش وحطيناه في التلاجة الحمد لله. انت مين؟ انا العيش الملدي. وانا التلاجة. لا لو سمحت يا عم بندق مش وقت فقدان ذاكرة خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي نيلي والله كبرت يا نيلي. جهز نفسي وافتح لك المدرسة. عايزة كده دلوقتي حالا. دلوقتي ما دلوقتي ما ينفعش. مش هينفع عليا خلبوس. عم بندق حبيبي. يا عم بندق. عم بندق هو الحمامة شريهان؟ نيلي عرفتي بقى ما ينفعش ليه؟ دي اخر حاجة كنت اتخيلها. شريهان وعم بندق. لا ايوه احنا مش هنحبس بالشاي بقى ولا ايه؟ ايه ده؟ عايز تحبس كمان بالشاي انت هنا؟ انا دلوقتي بس عرفت اسمك يعني الدبدوب. ولا لمي نفسك. انا لازم امشي من المكان القذر دوت. هو ازاي حضرتك ما تقوليش ان السحلابة دي موجودة هنا؟ لا 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 لا. ما انت لازم تفهمي كويس قوي ان السحلابة دي قالت لي برضو ان انا ما اقولكيش ان هي هنا. السحلبة دي حبيبتي هي اللي تستحلب وتيجي تاخد الفلوس من ورانا. لا يا حبيبتي، السحلبة دي اللي موجودة من بدري عشان تاخد الفلوس من ورايا انا. احتمي نفسك يا بنت انتي. سحلوبي رد عليها. لمي نفسك يا بنت انتي. الله 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 الله، في ايه ده؟ ازاي كلامها كده دبدوب؟ لمي نفسك يا استاذ عيد. طبعا اذنك كده يا سحلبة يا سحلبة يا سحلبة. الله الله الله. طب اقول لك على حاجة، السحلبة دي تبقى امي. عم بندق عم بندق حرام عليكي والله، الراجل هيموت، انت السبب. وانا مالي؟ هو انا اللي كنت بضحته بالزهرية؟ ما تقوليليش كده في وشي، قولي فيز، قولي فازة حتى، انما ما تقوليش انا كده في وشي زهرية. برضك انت اللي بضحتيه بالفيز. انا كنت عايزة اخبطك انت، بس انت اللي مشيتي. ما كنتش عارفة اصلا، كده كده ما كنتش عارفة اخبطك بالقوقعة اللي على دماغك دي. قوقعة دبوني. بس بقى انت وهي خلونا نشوف الراجل ده ايه اللي حصل له. عم بندق عم بندق الراجل بيصوصو يا جماعة. طب صوصو له في ودنه يمكن ينطق. شيو 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 شيو. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي معايا حبيبتي عشان ناخد فلوس جدي اللي هي حقي ونصيبي. برضو هتقولي فلوس جدي؟ بصي يا حبيبتي عشان نجيب من الاخر كده، انا ليا في الفلوس دي زيك بالظبط، برضاكي او غصب عنك، والمجلة معايا. عايزة تكملي معايا في الحوار اهلا وسهلا، مش عايزة انت حرة. هي كده يعني؟ اوكي. بسم الله بسم الله الحمد لله بيفوق اهو يا جماعة. بس كلب وراح، كلب وراح. خير الله خير الله. جبت العيش اللي لازم حطته في التلاجة عشان التشقيق. جبنا العيش وحطيناه في التلاجة الحمد لله. انت مين؟ انا العيش الملدي. وانا التلاجة. لا لو سمحت يا عم بندق مش وقت فقدان ذاكرة خالص، عايزين نروح نشوف الفلوس. انت مين؟ انا نيلي عبد الله مكاوي. نيلي نيلي والله كبرت يا نيلي. ايه يا عم بندق في ايه؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن. كل حاجة زي ما هي، أنا ما جيتش هنا بقالي 15 سنة، لكن كل حاجة زي ما هي، المحلات اللي بره والمعنوين بتاعت النور، حتى الخشب ده كله يا ربي مفيش حاجة بتتغير أبدا، كل حاجة كده، والعناوين والأبوة دي وكله يا عالدنيا يا إيه ده؟ حتى عم عبده من 15 سنة دي قعدته بكوباية الشاي والبتاع يمكن بس غير الجلابية، لكن ازيك يا عم عبده؟ ازيك يا عم عبده؟ اخبارك ايه؟ ايش فاكرني يا راجل؟ الذاكرة بقى انت عارفين 15 سنة يا سلام. فاكر يا عم عبده الذكريات الحلوة لما كنت بتجيب لي طبق الفول ابو طحينة وزيت الحار؟ ها؟ فاكر
يا ساعتها كان اخر طبق يلا ما حسبتكش عليه. اذا كان عبد وحشني قوي 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 قوي. بس على فكره يعني انا مش عم عبده. هي دي مش عمارة الدمنهوري؟ لا دي مش عمارة الدمنهوري، عمارة الدمنهوري هناك، هي اللي هناك دي. طيب هات ال طب وانت ليه مقعدك هنا يا عم عبده؟ برضه هتقول لي يا عم عبده؟ انا ما اسميش عم عبده. اهدى بس، انت بتنكر نفسك ليه يا عم عبده؟ برضه هي اللي عم عبده، ما تعصبنيش واتضايقت. خلاص خلاص خلاص، يلا بينا يا عم بندق. يلا يلا يلا. سوري يا عم عبده. برضه يا عم عبده. بس في ايه؟ في ايه؟ انت كذاب كذب. انا؟ لا يا عم عبده. خشوا ما تخافوش. أنا مش شايفة حاجة، هو النور مقطوع ولا إيه؟ ثانية واحدة هشد السكينة كله هيولع. أوكي. ياه عنكبوت. المكان الغريب ده ناسك خيوطه مش موجود. سيف ممكن تيجي جنبي هنا؟ ممكن يهاجمنا في أي لحظة. بس بقى تربوش لابس تربوش. إيه ده؟ ما تمسكش ما تمسكش تراب. هو جدك كان بيطبع منشورات. ايه ده؟ ايه البتاع ده؟ ميكي ماوس. مين ميكي ماوس ده؟ هو جده غبي. يا الناس دي مقتوله طبعا. بجد؟ بس بقى ما تخافوش. ما تخافوش، انا حبيت اهزر معاكم باخدكم. وده هزار ده؟ اصلا انا هايف. تعالوا تعالوا خشوا 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 جوه تعالوا. ده رخم وهايف، راجل كبير وهايف. تعالوا تعالوا ما تخافوش، انا هولع السكينه. السكينه؟ انا خايف منك انت. ولا هاني البتاع ده غريب قوي. ده ميكي. مين ميكي بقى اللي انت بتقول؟ واو مش قادرة أصدق إن أنا في المكان اللي اترسم فيه أعداد ميكي جيب ولغز ميكي. أنا مش قادرة أصدق كمية التراب اللي أنا واقفة فيها. هو إحنا جايين نسكن هنا؟ إحنا جايين ندور على الفلوس. شوشو شوشو إيه؟ إيه؟ هقعد. استني يا مول، المكان كله تراب. القرف ده يا حقرف. تعمل إيه؟ تعمل إيه أنت؟ اقعد يا شوشو اقعد. طب إحنا جينا المفروض ندور على إيه بقى؟ ما إحنا زينا زيك أهو مش فاهمين حاجة. بس ادينا بنفكر. بس اللغز بيقول ان الخزنه بتاعت الدمنهوري اتسرقت. تفتكروا في خزنه بقى هنا؟ انا ما اعتقدش ان يكون في خزنه هنا. لو في خزنه تبقى في اوضه مكتب. ولو موجوده هتبقى اتسرقت. طب ما تيجوا نشوف الاوضه دي يا جماعه، ممكن تكون اوضه المكتب. تعال. بقول لك يا سيد، ايه؟ خش دور على الخزنه هنا وانا هدور هنا. انت الراب قوي. مفيش حاجة هنا. مفيش حاجة هنا برضو. ما تحاولش. مفيش. ايه؟ ايه؟ اعمل لك كوباية شاي عشان تستحملوا بيها التراب ده؟ شكرا يا عم بندق، مش عايزين شاي، لانك لو عملت لنا شاي هتخرج تاني وتيجي تخدنا تاني، فشكرا مش عايزين حاجة، خليك واقف هنا. خلاص انا اسف جدا. عم بندق يا لذيذ انت. في خزنة في المكان اللي احنا فيه ده؟ أكيد لأ. أكيد لأ، ولا تعمل زي عم عبده البواب. لا 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 لا، أكيد لأ. أصلي أنا بصراحة اللي فارش المكان ده حتة حتة مع جده، ولو كان جده جاب خزنة كان قال لي. أصل هو ما بيخبيش عليا حاجة أبدا خالص، جده بيحبني. أنت بتحب المكان ده؟ جدا جدا. طب ما تنضفه. بيجي لي حساسية. وبعد كده أقول لكم على حاجة بصراحة، أنا ليا ذكريات جميلة جدا جدا. تعرفي اللوحة دي؟ مالها؟ أنا اللي بعلقها.
جبت مسمار 10 سنتي صلب حطيته، رحت ماسك الدبسه قد كده اهو، رحت عامل كده اهو. جاي تنزل طبعا ام جه على صباعك ما جاش في المسمار؟ لا جه في المسمار وعلقت اللوحه. وما انت قاعد تعمل لي كده ليه؟ فكرتك هتقول كده. بحب السسبنس يا ولاد، اصلا هايف. استنوا يا جماعه، اللوحه دي هي اللي موجوده في المجله. وبعدين هنعمل ايه يعني باللوحه؟ ممكن تبقى الخزنه وراها. ايه يا حبيبتي الافلام اللي انت عايشه فيها دي؟ وبعدين انت مش سامعه دلوقتي عم بندق بيقولك هو اللي معلقها بنفسه، حتى جاب الطوبه والمسمار 10 سنتي سولت وراح عامله كده، وعمل الطوبه جامد كده تش ما خبطتش في صباعه، راح لا حطها عادي ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ اكيد طبعا. انت كمان هتعمل نفسك عارف ان في رقم سري؟ لا انا بقول اكيد ليها رقم سري، بس ما قلتش ايه هو الرقم السري. طبعا عشان ما تكذبش. والسعي كده تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين انت؟ ايه اللي اعرف منين؟ اي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الاهلي وافريقيا يا بنتي. أنا مش بتكلم على جده ده، أنا بتكلم على جدنا إحنا. 22/10/1932 يعني 19. معلش، الاثنين قبل التلاتة ولا التلاتة قبل الاثنين؟ معروفة إن التلاتة أكبر بالاثنين. أنتوا بتقولوا 32 فأنا بتلخبط. ما خلصني وبابل. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنه ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي؟ الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخشي مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم. ممكن بعد اذنك تفضل. ها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الخزنة دي ليها رقم سري؟ أكيد طبعا. والسعي كده تاريخ ميلاد جده كام؟ 30/10/84. تعرف منين أنت؟ إيه اللي أعرف منين؟ أي عيل صغير عارف تاريخ ميلاد جده، ده هداف الأهلي وأفريقيا يا بنتي. أنا مش بتكلم على جده ده، أنا بتكلم على جدنا إحنا. 22/10/1932. معلش 2 قبل التلاتة ولا التلاتة قبل 2؟ معروفة ان التلاتة اكبر بالاثنين. انتوا في العربي بتقولوا 32 فبالعقل كده الاثنين الاول، في الانجليش it's 32 فخلاص انا هتصرف. ما بتفتحش. طب جربي كده تاريخ ميلادي. تاريخ ميلادك انت هيفتح الخزنة ليه؟ عادي يعني، ما هو بيفتح الايميل بتاعي. الباسورد بتاع الاي تي ام بتاع جده كام؟ يعني ايه الاي تي ام دي؟ الاي تي ام اللي هو الرقم القومي. يا ابني رقم قومي ايه؟ هو كان لحق الرقم القومي. الاي تي ام دي البطاقه القديمه، عشان كده اسمها الاي تي ام، اللي هي دلوقتي بيسموها الاي تي، مش لما تيجي تخش مكان يقول لك لو سمحت هات الاي تي بتاعك. صح هو ده. انتوا متخلفين؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ ده تخلف. هو المكان ده بيخلينا نفكر بشكل متخلف؟ نفكر بشكل علمي شويه. احنا ممكن نشوف رقم العدد بتاع المجله اللي معاكي ده. يعني ايه رقم العدد؟ فين ده؟ رقم العدد اللي موجود على المجله من بره. اوكي. ساي انا بس بعد اذنكم ممكن بعد اذنكم.
اتفضل. ايه ده؟ فين الفلوس؟ وديتي الفلوس فين؟ فلوس ايه متخلفة؟ ما احنا فاتحين الخزنة قدامك اهو فيها زفت مجاني. ايوه، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه يعني؟ هنقفل المرسم ونروح، ما احنا لقينا مجلة تانية. يا نيلي، ما ممكن تكون المجلة دي لغز جديد يودينا للفلوس. لغز جديد ازاي يعني بقى؟ مش فاهمة. زي الافلام الاجنبي بالظبط. عارف البطل الاجنبي في الفيلم لما بيشيل الكنز بتاعه في مكان؟ ما تقولش كنز. الفلوس، الذهب، whatever whatever. يعني البطل بتاعنا ماشي، لما بيشيل الفلوس بتاعته في مكان بيسيب دليل. احنا نمشي ورا الدليل، الدليل ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، ياخدنا لدليل، لحد ما نعرف طريق الفلوس. اه، زي فيلم الكنز القومي. ايه ده؟ الكنز القومي، ناشونال تريشر. انت بتقول ايه؟ بتاع نيكولاس كنز. لا، نيكولاس كيدز. لا 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 لا، انا مش قادر استحمل الناس دي في حياتي. مش قادر تستحملي ليه يا حبيبتي؟ العيال دي شكلها بتفهم وشكلهم كده ماشيين صح. بص، احنا نجيب اللغز اللي في العدد ده ونحله، هنعرف طريق الفلوس. طب وعلى ايه؟ ما نحل الكلمات المتقاطعه، يمكن جده سايب لنا فيها رساله زي اللغز اللي فات. صح والله، انت عايشه في افلام قوي. طب هاتي هاتي المجله والقلم. هاتي ليه انت تحلي؟ انا هحل. هتحلي ليه؟ وشتي لسه عماله تقولي افلام. هاتي يلا، احنا شركة زي بعض. انا ممكن احل قطعة وانت تحلي قطعة. بقولك ايه يا بنت، انت انا مش ناقصة تفاهة وهيافة. هاتي المجلة بدل ما خليك انت قطعة. لا انت هبلة بقى، انت بتتكلمي ازاي كده؟ انا مش عشان سكتلك عند عم بندق في البيت فاكراني اسكتلك على طول. ولو ما سكتتيش هتعملي لي ايه يعني يا حبيبتي؟ هاتي حبيبتي المجلة بدل ما اديك على وشك. لا لا لا، انت كمان هتزعلي. انت كمان هتزعلي. ايه ايه انت كمان مش مشكلة. مش خير. انتوا مين بقى؟ لا مؤاخذة. الله، بندق. ازيك يا بندق؟ انت فين يا مؤاخذة؟ بالك بدر. اهلا اهلا عم دهب. اهلا اهلا عم دهب حبيبي. ازيك يا بندق؟ وحشني. انت عامل ايه؟ الحمد لله. سنين ما شفتكش من يوم من كا الله يرحمه مؤاخذة ما مات. اه، عارف الظروف بقى والدنيا وكده. هو حضرتك كنت تعرف جدو؟ عز المعرفة، ده كان حبيبي. اكيد انتوا بقى احفاد بكاوي صح؟ واضح ان حضرتك ذكي ولماح. يبقى انت بقى اكيد شريهان بنت عبد الحليم. واضح ان حضرتك ما عندكش تمييز خالص. انا نيلي، واللي لابسه بطاطس هناك دي هي شريهان. بطاطس في عينك. انا شريهان يا بيه. شريهان ونيلي، ابقى انا بقى عم فؤاد. حلو. جدكم ده اصلا الله يرحمه كان صاحب الروح بالروح. انا اعرفه من ايام ثوره 52. حضرت معاه تاميم الكنال، حضرت معاه والعدوان الثلاثي، وحضرت معاه افتتاح ويمبي. لا حلو. يلا بنات، عشان احنا ها ما انت عارفين كل حاجه. طب ليه مش هنحل كلماته المتقاطعه؟ طيب متقاطعه ايش؟ مش وقت متقاطعه دلوقتي. يلا بنات، احنا كده هنتاخر. هنتاخر على ايه؟ هو احنا في حاجه في حياتنا غير ان احنا نحل اللغز؟ لغز؟ لغز ايه يا مغز؟ لغز لغز. الحياه كلها الغاز والذهب. ما هو انت عارف البنت دي اصلها شقيه حبتين، بتحب انها تحل الالغاز بتاعت جدها. ما شاء الله. يا ولد، لو عشان احنا العربيه مستنيانا تحت. ها، نخلص خلص. يلا يلا يلا. طيب يا بنات، ابو خلينا نشوفكم بقى. انا مكتبه مؤاخذه هنا في فوق المرسم على طول. لو عشتوا حاجه تعالوا لي. ها، طب الخزنه السريه احنا سايبينها مفتوحه. امشي. سلام يا بود. مع السلامه يا بود. خلينا نشوف. هتوحشني. معاك المفتاح. اقفل انت بقى. والسلام عليكم. الف سلام. الله يسلمك. ايه
بس تصدق عم دهب ده شكله راجل طيب ووشه سمح كده وابن حلال. لا وده مخيف جدا، موتني من الضحك لما قال ويمبي دي ما قدرتش. اه بس انا ويمبي دي ما ضحكتنيش، بس هو تحس ان هو من نوع الناس اللي يتنرفزوا بسرعه ويهدوا بسرعه دول. ايوه وتحس كمان ان هو كريم واللي في جيبه مش ليه. اه واللي في قلبه على لسانه. صح. معلش انتوا بتتكلموا عن عم دهب ده؟ اه. كل ده لحقتوا تعرفوه في الدقيقه اللي وقفناها مع الراجل؟ عادي يعني، اصل انا ليه نظف البني ادم. نظره ايه وزفت ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ عمك دهب، عمك دهب الراجل طيب، راجل مش عمك دهب ده لو انت سلمت عليه تعدي صوابعك وراها. ده كان شريك جدك وحبيب جدك الروح بالروح، سرق فلوسه كلها. حب جدك بقى يديله مغرز، قام قال له هات حبه فلوس كده اهو اشغلهم معايا كده في مشروع. قام قال له خد. خد جدك الفلوس وكل ما ده بيجي يقول له ما نقعد نتحاسب، يقول له ها الشهر اللي جاي الشهر اللي بعديه، لحد ما جدك مات وراحت فلوس دهب وراحت فلوس جدك كلها. لا انا دلوقتي مش فاهمه، يعني جده اخذ من الراجل ده فلوس؟ ايوه. يعني جده كان حرامي؟ لا يا بنتي، جدك كان شريف، الحرامي صحيح هو دهب، خد منه فلوسه. جدك الحبه اللي خدهم بس جزء من اللي سرقهم هو عم دهب. انا حبيت اقول لكم بس ان دهب ده خبيث ومكار. خبيث ومكار على نفسه، احنا مالنا واحنا هنشوفه تاني؟ بفطمكم عشان لما تصطوا فيه تعرفوه على حقيقته. انا هضطر استاذن بقى، اذا عوزتوا مني اي حاجه اتصلوا بيا وانا هاجي دغري على طول. تستاذن ايه؟ انا شاكك اصلا ان انت تعرف تروح بيتكم اصلا. لا 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 لا، انا بركب اي حاجه اوصل البيت. بتركب اي حاجه؟ ده ساكن فين ده؟ ادخل. ضحي وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضحي. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس أنا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بالطبع. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عينيا. الوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم. اه نيلي وشريهان. ايوه. وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. اه وطبعا فلوسي في وصليهم. ولما مات الفلوس اختفت، محدش عارف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته، وظهور نيلي وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكه على الفلوس دي. فهمتك، يعني انت عايزني اخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك، ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ اه صحيح، انا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا ايه ويشربوا ايه، وكل معلومة تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا، بس الأول هتفق على عرقي. سامعك قول. عملية زي دي ما خدش فيها أقل من 100,000 آيف. لم لعب الأطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 آيف. والله ما لقيت أهيف منك. آخر كلام 50,000 آيف. 50 ليه؟ وأنا مأجر جيمس بوند. لا مأجر ضاحي، وسعادتك عارف مين هو ضاحي. ما أنا عشان عارف مين هو ضاحي مفيش اكتر من 5000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5000 جنيه دول معاك يا مالك، ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسه، قلت ايه؟ خمسه خمسه، مش هكسر كلمتك يا مالك، بس اللي انت قالت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب ما مؤاخذه يعني انت تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. انت
تعرف توصل لهم ازاي؟ لا لا اتلقك يا اخي كله لا لا. امال رايح تعمل ايه؟ اه صحيح فاتتني دي. اه وعشان فاتتك دي هم ثلاث بواقي ما فيش غيره. بس خلاص هنا يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ايش يلا شوش يلا. خلاص يا صاحبي على اتفاقنا تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيه لحد. انا اصلا ايه ده ايه يا عم احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه يا عم؟ صاحبك ايه ما اعرفش عنده ايه؟ انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحابيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان. ده انت ليه ادب قوي على فكره. خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص خلاص يا هاني احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي. يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه ده. الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك قادر يا كريم يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك يعني. بقول لك مراتبك يعني ان شاء الله يعني يقلب لك العربيه دي جيب. العربية أنا متشكر أو شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا تفضلوا عشان قلتلكوا عايزة أتكلم معاه في حاجة وهجيلكوا. طب ما تتأخريش. أوكي يلا شوش. نيلي كنت عايزاني في إيه؟ يلا اطلع بسرعة. إيه ده فنطلع في حتة ضلمة؟ اطلع بسرعة هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعة يلا. حاضر.